الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج استوديو الحدث لهذا اليوم. إلى العناوين: بعد أسبوعين من التكهنات، الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القائد العسكري لحماس محمد الضيف في غارة المواصي. خامنئي يشارك بتشييع هنية ويعطي أوامره بالرد، وإسرائيل تستعد لحرب شاملة. حزب الله يشيع قياديه القتيل، وبريطانيا تبدأ محادثات للتهدئة في بيروت، وفرنسا تدعو لتجنب التصعيد. عقوبات أمريكية على شركات وتجار يمنيين لإرسالهم مكونات أسلحة ومسيرات صينية إلى الحوثيين. واشنطن تبرم اتفاقا مع العقل المدبر لهجمات سبتمبر للإقرار بالذنب مقابل تجنب الإعدام، وتثير غضب الجمهوريين. بعد أسبوعين من التكهنات حول مقتله، أكد الجيش الإسرائيلي رسميا اليوم أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس قتل. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة على المواصي في غزة في 13 يوليو الماضي، وقتل مع الضيف في الغارة رافع سلامة قائد لواء خان يونس في حماس. وقد وزع الجيش صورا لهذه الضربة. لمعرفة التفاصيل ينضم إلينا من غزة الصحفي الفلسطيني نضال خضرة. أهلا بك معنا نضال، لك أن تطلعنا على كافة التفاصيل التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي حول مقتل الضيف، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على أي تحركات جديدة لمستموها داخل قطاع غزة من الجيش الإسرائيلي أو حركة حماس؟ تحية لك. يعني الحديث عن اغتيال قائد أركان الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف يعني مسألة يعني غاية في التعقيد، خاصة شخصية بمثل شخصية محمد الضيف. أول شيء هذا يعني مسؤول وهذا مطارد لأكثر من 25 عام، هذا من جانب. من جانب آخر شخصية محمد الضيف تحديدا ويعني شخصية مختلفة، يعني هذا الشخص هو يعني في تعاملاته يعني حذر جدا، لديه خبرة يعني ممتدة في الملاحقة، خاصة في المسألة التكنولوجية، هو صفر تكنولوجيا معروف عنه. إضافة إلى ذلك أنه هو شخص يعني لديه قدرة، وهذا الحديث من خلال من عرفه الضيف، لديه قدرة على يعني الابتعاد لفترات طويلة عن الناس، يعني وعدم الاحتكاك لفترات طويلة. نعم سيد نضال، سنعود إليك، لأنه اسمح لي سيد نضال، الصوت ربما يتقطع لأنه في تقطع بسيط في الصوت. سنعود إليك لمعرفة كافة التفاصيل، ولكن سأنتقل الآن إلى القدس مع مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا زياد، لك أن تطلعنا على تفاصيل ما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي وانعكاسات ذلك على أي قرارات عسكرية محتملة للجيش. بطبيعة الحال هناك ترحيب من اليمين الإسرائيلي بالإعلان الرسمي عن أن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي اغتال محمد الضيف الشهر الماضي في غارة المواصي، وهذا طبعا حظي بترحيب لدى وزراء اليمين بشكل متوقع. وعلى المقلب الآخر لا حديث تفصيلي كثير حقيقة حول هذا الموضوع اليوم، ربما لأمرين. الأمر الأول هو أنه يأتي بعد شهر تقريبا من محاولة الاغتيال، والجيش الإسرائيلي كما تذكرين قال أنه بنسبة 90% نجح في حينها، وبالتالي هذا الأمر يعني جاء في هذا السياق. الأمر الآخر هو أن الاهتمام الإعلامي أكثر في مكان آخر، في قضية كيف سيكون رد إيران وحزب الله هذه الليلة أو الليلة المقبلة أو خلال الأيام المقبلة. هذا ربما الهاجس الحقيقي الذي يسير الاهتمام الإعلامي في إسرائيل. لكن بالنسبة لمحمد الضيف بدون أدنى شك أن إسرائيل ستعتبر هذا إنجازا كبيرا هو في الحرب على
حماس، وإن كان في إطار الإنجازات التكتيكية وهي حال كل الاغتيالات وفق المراقبين في إسرائيل أو المحللين العسكريين الذين نسمعهم في الإعلام الإسرائيلي يتحدثون دائما على أن هذه الاغتيالات ثبت على مدى العقود الماضية، لأن إسرائيل نفذت العشرات إن لم يكن المئات منها بأنها تشكل إنجازا معنويا بدون أدنى شك بالنسبة للإسرائيليين وضربة للجانب الآخر، ولكن لا توقف القدرة لدى الجانب الآخر على الاستمرار إما في العمل العسكري أو في التخطيط. وعلى سبيل المثال عمرو شرقيل في هآرس تساءل أنه إسرائيل قتلت كل قيادة حماس السابقة الميدانية والسياسية، ومن ثم وصلت الأمور إلى 7 أكتوبر. طيب زياد، لماذا تأخرت إسرائيل للإعلان عن مقتل محمد الضيف، ولماذا هذا التوقيت تحديدا؟ هو ملفت حقيقة التوقيت، لأن عمليا إسرائيل قالت إنها تريد أن تتأكد من موضوع محمد الضيف. كما تعرفين وكما تسمعين تباعا من ضيوفك دائما حول محمد الضيف، هو كان بمثابة أسطورة في هذا الإطار، قضية النجاة من الاغتيالات. 7 مرات حاولت إسرائيل أن تغتاله خلال 3 عقود الماضية، وكان ينجو بعجوبة في كل مرة حتى إذا كان هناك إصابات حرجة. في هذه الحرب على قطاع غزة لأول مرة تعرف الإسرائيليون على صورته الحقيقية، واكتشفوا بأن ما كانوا يعتقدون بأن إصابات حرجة، أن قطعت يده وما إلى ذلك، كله لم يكن دقيقا. كان وضعه الصحي جيدا نسبيا أو الجسدي ليس الصحي، وبالتالي لهذا السبب عمليا تريثوا هذه المرة أيضا كي يتأكدوا يتحققوا يحصلون على إثباتات معلومات لا أدري ما هي، يعني لا أدري إن كانت عينات دي إن إيه أو شيء من هذا القبيل، ولكن هذا ما حدث. هذه طبعا ما تقوله إسرائيل. على المقلب الآخر، حماس طبعا لم تعلن من ناحيتها عن اغتياله. نعم زياد، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على تحركات إسرائيلية جديدة داخل القطاع بعد إعلانها مقتل محمد الضيف، وهي تستعد لجبهة الشمالية وأيضا لربما تدخل في حرب مباشرة مع إيران حتى وإن كانت محدودة؟ ما كان سيؤثر على هذا الموضوع هو فقط أمر واحد، وهو صفقة التبادل. لو أن إسرائيل ذهبت إلى صفقة التبادل بمعنى، ولهذا ربما لم يذهب إليها نتنياهو بحسب منتقديه، ما أقصده هو أن صفقة التبادل كانت ستعطي إسرائيل أكثر من 40 يوما مباشرة من وقف إطلاق النار في غزة، يمكنها أن تتفرغ لجبهة إيران وحزب الله في الشمال. هذا كان ربما الدفع للجالنت والجيش الإسرائيلي، لهذا أرادوا هذه الصفقة بشكل كبير جدا. فيما أن نتنياهو على ما يبدو خشي أمرا آخر، خشي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يقود إلى نوع من وقف إطلاق النار في الشمال، وبالتالي تنتهي الحرب، وهذا آخر ما يريده، وأعلن ذلك صراحة في المؤتمر العسكري. ميدانيا بعد اغتيال الضيف عمليا لن يكون تأثير كبير على الميدانيات لسبب بسيط. إسرائيل تقول إن حماس لم تعد تقاتل منذ أشهر كما كانت تقاتل منذ البداية من خلال كتائب منظمة وتأخذ التعليمات وما إلى ذلك. الآن هي مجموعات صغيرة في حرب عصابات تتنقل تحت الأرض بين الأنفاق وتحاول أن تفاجئ الجنود والدبابات، ومن ثم تعود إلى باطن الأرض، وما زالت تملك بطبيعة الحال الورقة الأقوى، وهي 115 أسيرا إسرائيليا. ولهذا لا يعتقد بأن الأمر قد يغير كثيرا من تكتيكات المعركة على الأرض. ولكن حرب العصابات وحرب الشوارع لا ترهق الجيش الإسرائيلي؟ بدون شك ترهقه، ومن خلال 10 أشهر من القتال أكيد هذا الأمر صحيح، وهناك دائما تبديل للقوات، يخرجون قوات ويعيدون قوات أخرى بدلا منها. وفي حقيقة الأمر أن إسرائيل سحبت معظم المقاتلين من قطاع غزة في الفترة الأشهر الأخيرة. من يقاتل في قطاع غزة هي نسبته أقل من 30% ممن بدأت الفرق التي بدأت القتال في قطاع غزة. إسرائيل عمليا تحاول أن تصنع نموذجا موازيا للضفة الغربية المحتلة، بمعنى
إخراج 90% وأكثر من القوات، وهو ما تم في واقع الأمر، مع إبقاء قوات في مناطق حدودية. نعم. يمكنها أن تدخل لأربعة أو خمسة أيام تعمل داخل قطاع غزة، ومن ثم تخرج إلى الخارج وهكذا. وبالتالي هذا أمر مرهق، وهذا لهذا أيضا الجيش الإسرائيلي في الكواليس المشاورات الأمنية يقول للحكومة إنه يفضل ألا تكون حرب في الشمال شاملة، لأنه بعد 10 أشهر من القتال في الجنوب ومع جبهات مفتوحة سيصعب على الجيش الإسرائيلي إدارة مثل هذه الحرب، يحتاج إلى سنوات من إعادة البناء وربما توقيت أكثر ملائما لإسرائيل. طيب كيف يقرأ الجانب الإسرائيلي الاستعدادات الآن من جانب إيران وميليشياتها بأنها تنسق ضربة منظمة ضد إسرائيل؟ هناك اتصالات حثيثة مع الأمريكيين وعبر الأمريكيين مع الإيرانيين ومع لبنان وحزب الله، مفادها بالنسبة لإسرائيل وللأمريكيين هو أن تكون قواعد اللعبة عسكرية، بمعنى إذا أرادت إيران وحزب الله الرد على اغتيال هنية واغتيال فؤاد شكر يمكن أن يحدث ذلك على مواقع عسكرية حتى لو كانت استراتيجية، على سبيل المثال مطارات في الجنوب في الشمال في مرج بن عامر وما إلى ذلك يمكن أن تضرب، وعليه إسرائيل ترد عسكريا أيضا. ولكن إذا فتحت صواريخ بكثافة نارية هائلة على قلب المدن الإسرائيلية، إسرائيل مررت رسالة وفق مصادرها ووفق إعلامها تقول إن ذلك سيفتح حربا شاملة عمليا. المفارقة التي لم أفهمها في كل هذا الموضوع حتى الساعة هو لماذا الجيش الإسرائيلي لم يطلب من أي بلدية في الشمال بما في ذلك حيفا وفي الوسط تل أبيب لم يطلب رسميا فتح الملاجئ. من فتح الملاجئ هي البلديات على عاتقها لأنها تخشى من ردة الفعل. هل لدى الإسرائيليين تصور لحجم ما سيحدث ربما في 24 أو 48 ساعة المقبلة بما لا يتيح يعني حرب شاملة؟ لا أدري، ولكن هذا الأمر بدأ ملفتا جدا. نعم. طيب معالي زياد، أنا أريد أن أستفسر عن نقطتين. النقطة الأولى بالنسبة للملاجئ في مناطق الشمال، والمفروض بأنه مناطق الشمال تم إخلاؤها وفق ما كان يجري من استهدافات من جانب حزب الله إليها، هذه نقطة. النقطة الأخرى، الآن أنا لما سألتك على التنسيق المنظم أنا كنت أقصد بأنه إيران سترد على مقتل إسماعيل هنية على أراضيها بأنها تحشد ميليشياتها ليردوا معها على إسرائيل، ولكن هل ذلك من وجهة النظر الإسرائيلية سيكون منفرد عن رد حزب الله على مقتل فؤاد شكر؟ بالنسبة لإسرائيل الخشية أن إيران لن تكتفي بما تحدثت به قبل قليل، سترد من أراضيها، وهذا ما يقلق الإسرائيليين، قوة نارية من أراضيها على إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ ومسيرات من الحوثي ومن حزب الله وما إلى ذلك. لا في هذه النقطة الزمنية لا يعرفون في إسرائيل أن قراءة الوضع بدقة، هل سيكون ردا مشتركا إيرانيا مع حزب الله وكل القوى التابعة لإيران في المنطقة على الاغتيالين أم لا؟ هذا الأمر ما زال غير واضح لدى الإسرائيليين. فيما يتعلق بنقطة الملاجئ في الشمال، ما نقصده عندما نتقول شمالا في إسرائيل نبدأ من مدينة حيفا وهي مدينة كبيرة، هي بعد تل أبيب، وصولا إلى المستوطنات الحدودية. المستوطنات الحدودية وحتى يعني تقوم منطقة المناطق الشمالية الأخرى فارغة على عمق 7 كيلومترات، لا يوجد أحد باستثناء الجيش الإسرائيلي. لكن أعطيك مثالا، الجليل الأسفل، منطقة عكا، القرى العربية هنا كلها لم تخلى، كلها ما زالت على حالها. نعم. طيب سنتوقف زياد مع هذه، نعم، هذه صورة كما تشاهدون الآن على الشاشة نشرها الجيش الإسرائيلي مكتوب تم القضاء عليه. طبعا في هذه الصورة هو محمد الضيف القائد العسكري لحركة حماس داخل قطاع غزة. زياد، أريد أن أسألك، بعد إعلان إسرائيل بالقضاء على محمد الضيف أكيد لديها بنك من الأهداف للقياديين داخل حماس منهم يحيى السنوار مثلا، هل بهذه العمليات العسكرية ممكن أن نتنياهو يكسب مدة أطول، مثلا صمت أمريكي على استمرار هذه الحرب طالما أنه بيحقق هذه الأهداف التي وضعها؟
ما قلته تلقائيا في لحظة اغتيال فؤاد شكر عمليا على الهواء، أعتقد مع الحدث أيضا، وهو أن اختيار الاغتيال إنجاز التعبير لهذا الرجل لم يكن من باب المصادفة إسرائيليا، بأن هناك جائزة أمريكية عليه وأنه يتهم أمريكيا بقتل 241 من المارين، لأن ذلك سيغلق الباب أمام أمريكا كي ترفض مساعدة إسرائيل إذا ما قاد ذلك إلى حرب شاملة. ما قلناه يتضح بأنه دقيق جدا. الإعلام الإسرائيلي في اليومين الأخيرين يشدد على هذه النقطة، بأن اختيار فؤاد شكر كان لهذا السبب، كي تبقى الولايات المتحدة إلى يمين إسرائيل في أي حرب محتملة شاملة. بالنسبة لبنيامين نتنياهو، هذه الاغتيالات تعطيه نقاطا مهمة، ولكن في مكان واحد محدود، وهو القاعدة اليمينية، بمعنى لا توسع بالضرورة قاعدة الدعم إسرائيليا، وهذه مشكلة نتنياهو الأساسية. استطلاع رأي من اليوم في معهد الأمن القومي، ما زال الوضع على حاله بالنسبة لقوة نتنياهو السياسية، أقل من 50 مقعدا لكامل الأحزاب التي تشكل الائتلاف، بمعنى لا تستطيع أن تشكل حكومة. ولكن بالنسبة لبنيامين نتنياهو، على ما يبدو وفق بعض المقربين منه على الأقل من الإعلاميين، أقول هو يخطط أن يستمر هذه الحرب أطول فترة ممكنة، على أمل أنه يمكن له أن يعيد إنتاج نفسه داخل إسرائيل، وبدأ ذلك في الخطاب في الكونغرس الأمريكي عمليا. زياد، كيف تأكد لإسرائيل بأنه من تم استهدافه وقد من قتل فعلا هو محمد الضيف؟ هل فحصوا مثلا الدي إن إيه تبعه؟ حقيقة ليس لدي معلومات حول هذا الموضوع، إن كانت إسرائيل حصلت على دي إن إيه أو أي إثبات آخر كي تقول إنها أو كي تؤكد أنها قتلت أو قتلت محمد الضيف، حقيقة لا أعرف. لكن هم الآن يقولون بأنهم بأن إسرائيل، يعني هذا تأكيد رسمي لم يكن سابقا موجودا، رغم أن حتى هجاري في مؤتمر الصحفي حينه لأن الضيف ورفع سلامة كانا في منزل واحد في مؤسسة خان يونس معا في غرفة واحدة، وبالتالي لا أعرف ما هي طبيعة الدليل إنجاز التعبير الذي حصلت عليه إسرائيل كي تقول ذلك. هو نفس السيناريو الذي ذكر قبل شهر بأنهم خرجوا من تحت الأرض وهناك جت إحداثية أو إرسالية لإسرائيل ليتم استهداف المكان؟ هذا صحيح جدا، هي نفس الرواية للحدث، بمعنى الحديث هو على أن الضيف ورافع سلامة خرجا من نفق لفترة قليلة إلى أحد المنازل في مؤسسة خان يونس، واستهدف عمليا المنزل، استهدف المكان برمته على ما يبدو، لأن الإسرائيليين يعتقدوا بأن هناك نفقا يقود إليه، وبالتالي ضربوا على تلك المنطقة قنابل بزنة طن من مقاتلات F-16، ولهذا تسببت المجزرة الكبيرة التي رأيتها في بين المدنيين في مواقف هذه. طيب زياد، مثل هذه الإشارات التي تأتي لإسرائيل، هل هي مثلا تتتبع هذا الموقع، تعرف بأنه محمد الضيف، رافع سلامة أو أي قيادي من حماس موجود تحت الأرض في هذه المنطقة فتراقبها عن طريق الأقمار الصناعية، أم هناك من يعطي معلومات لإسرائيل، بمعنى أنه حركة حماس قد تكون مخترقة من الداخل؟ لطبيعة الحال هذه التعقب الاستخباري يتم بـ 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 بالأمرين معا، لدى الإسرائيليين وتساعدهم في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا، بطائرات تجسس كبيرة جدا يمكنها أن تخترق أي موجة موجودة وفي أي عمق في الأرض أيضا، وبالتالي قد يكون هذا ما يساعد أكثر ربما من قضية العامل البشري في الإبلاغ عن هذا الموضوع. بطبيعة الحال محمد الضيف أيضا على نحو خاص هو من الأشخاص الذين من الأكثر حذرا في حماس وفي كل الفصائل في هذا الموضوع، لا يحمل على جسمه أي معدن وليس فقط أي هاتف أو أي شيء إلكتروني، لا يوجد في ثيابه معادن لأنها يمكن أن تلتقط
عبر المجسات للطائرات وأمور كهذه. للتذكير فقط محمد الضيف العملية الأولى التي قام بها كانت في الضفة الغربية، خطف عمليا جنديا نحشون باكسمان عندما كان رابين رئيسا للوزراء عمليا، وقتل الجندي الإسرائيلي ونجح الضيف بطريقة أو بأخرى بالفرار. نعم، شكرا على كل هذه الإيضاحات. بالطبع سنبقى يعني سنقف معك في بداية الساعة المقبلة لمعرفة إن كان هناك مزيد من التفاصيل والتطورات. من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، شكرا جزيلا. نشر يؤاف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي صورة وهو يشطب صورة الضيف على لوحة كبيرة في إشارة إلى القضاء عليه. وكتب جالانت عبر حسابه على منصة إكس أن مقتل الضيف الملقب ببن لادن غزة يشكل خطوة كبيرة على طريق القضاء على حماس ويحقق أهداف الحرب، وإذ أشاد بدقة العملية التي قضى فيها أو قصف فيها الضيف رأى أن نتائجها توضح أن حماس في حالة تفكك، وعلى من وصفهم بالإرهابيين الاختيار بين الاستسلام والموت. ينضم إلينا من غزة الصحفي الفلسطيني نضال خضرة، أهلا بك معنا نضال. أريد أن أسألك، هل هناك معلومات لدى الجانب الفلسطيني كيف تمكنت إسرائيل من التعرف على محمد الضيف بأنه فعلا هو الذي قتل في ضربة مواصي الشهر الماضي؟ تحية لك تهاني. كما قلت لك أن تحديدا شخصية محمد الضيف في حركة حماس وفي كتائب القسام شخصية مختلفة جدا. هو شخص ملاحق لأكثر من 30 عام من قبل إسرائيل، وشخص لديه القدرة على التخفي، إضافة لأنه شخص لا البعد عن الناس لفترات طويلة، وهذا من خلال من عرف الضيف من خلال في فترة يعني احتجازه في سجون السلطة الفلسطينية، ومن كان يؤمنه، وتباعا في فترة مطاردته وتعرضه لسبع محاولات اغتيال. هو شخص صفر تكنولوجيا، يعني لا يوجد في جسمه أي نوع من أنواع المعادن، لا يحمل ساعة، لا يقترب منه أي شخص يحمل هاتف، لا يقترب منه أي شخص، حتى الأشخاص الذين يقتربوا منه أشخاص محدودين. لذلك وما زال يلبس النظارة؟ استهداف معليش، هل ما زال، هل لا يزال كان يلبس النظارة؟ لأنه النظارة فيها جزء من المعادن. حتى لا 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 لا، هو احنا نحن لا نعرف، نحن نعم. ننقل ما 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 ما, ما سمعناه نعم. من خلال من يعرفونه عن قرب، ولكن يعني لو تحدث جيش الاحتلال عن استهداف يعني أي شخص في أركان كتائب القسام يعني لقلنا الأمر عادي وطبيعي جدا، ولكن عندما يعني أبعد الأمور، لو قال جيش الاحتلال أنه استهدف يحيى السنوار من الممكن أن نصدق، لأنه خبرة يحيى السنوار ليس بخبرة محمد الضيف في موضوع التخفي. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني عندما جيش الاحتلال يخرج ويقول استهدفنا، يريد أن يؤكد على ماذا استند في تأكيده. الرواية من قبل حركة حماس رواية معاكسة بقوة، أن الضيف يتابع والضيف بخير، لكن إسرائيل تقول أن الضيف تم استهدافه. هذا يحتاج إلى دليل ثابت. كما تفضلتي، أنا سمعتك وأنت تتحدثي مع زياد، وقلت هل إسرائيل يعني قامت بفحص الدي أن إيه، أو لديها ما يثبت يقينا بما لا يدع مجالا للشك بأن الضيف تم استهدافه. المسألة الأخرى التي تؤكد استهداف الضيف، إذا كان الضيف تعرض للاستهداف، هو عنصر بشري من داخل حركة حماس مرتبط بإسرائيل، يؤكد يقينا بما لا يدع مجالا للشك. أعتقد أن يعني ما زلنا يعني هناك لا نستطيع أن نؤكد 100%، برغم أن إسرائيل أكدت. هناك فرصة أمام حركة حماس أن تنفي وأن تؤكد أن الضيف لم الطبيعي لمحمد الضيف بعد مراهقة يعني 35 عام لهذا الاحتلال أن يستشهد. الوضع الغير طبيعي أن لا يستشهد، فهو ليس يعني ليس مفاجئا للشعب الفلسطيني موضوع استهداف الضيف، ومسألة طبيعية، خاصة أن الرجل تعرض إلى سبع محاولات اغتيال، وفي سبع مرات كان ينجو الضيف يعني بعض طيب. المحاولات أنا يعني سأتحدث لك بمسألة غريبة يعني أنت ممكن ما تستوعبهاش إن شاء الله يعني استوعبها. المسألة الأولى من خلال متابعتنا أن هذا
لأن هذا الرجل لديه قدرة، هذا الرجل يعني لديه قدرة على الخلوة لفترات طويلة من الزمن. فالبعض يقول، ينقل الرواية، أن هذا الرجل يرى بأبعاد أخرى، بمعنى أن بعض عمليات الاغتيال كان يستشعرها استشعار، لأنه يعني لديه قدرة إيمانية ولديه قدرة روحية. هذا تجلي روحاني يا سيد نضال، هذا تجلي روحاني، يعني لا يقتصر على مجاهد مقاتل محارب، هذا أمر آخر. أنا أنقل لك نعم. بموضوعنا لا أعرف الرجل ولا، لكن أنا أنقل يعني أنقل لك ما سمعناه من انتقاد، أن بعض عمليات الاغتيال كان الرجل يستشعر استشعار، لأنه كان الرجل يعني يجلس في خلواته بعيدا عن الناس لفترات طويلة من الزمن. حتى يعني أحد الذين كانوا يرافقوا الضيف كان قال أن 6 شهور في خلوة ما بين الصلاة وما بين قراءة القرآن وما بين قضاء حاجته لا يتحدث إلى الناس. فهذا الرجل رجل، لذلك قلت لك أنه طب لماذا خرج إذا كان فعلا يعني إذا هذه هي الصفات أو النهج المتبع من جانب محمد الضيف لفترات طويلة، كيف خرج من الأنفاق إلى سطح الأرض وجاءت الإحداثية إلى إسرائيل؟ هذا أيضا سؤال، يعني كيف عرفت إسرائيل بأنه محمد الضيف خرج من تحت الأرض؟ الظاهر أنه الاتصال تقطع. طيب سأنتقل الآن. على كل حال أنا أشكرك الصحفي الفلسطيني نضال خضرة، ربما نعود إليك حين يتحسن الصوت مرة أخرى. أنتقل إلى الناصرة المحلل، الكاتب والمحلل السياسي وديع عوادة، أهلا بك معنا سيد وديع في هذه التغطية. سيد وديع، أريد أن أسألك، لماذا تأخرت إسرائيل في الإعلان عن مقتل محمد الضيف إلى اليوم؟ لماذا اليوم؟ لماذا ما كان امبارح مثلا؟ نعم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. سؤال وجيه ومهم جدا، سؤال التوقيت أحيانا يعني يتفوق على المضمون. بداية أقول أن محاولة أسطرة محمد الضيف وجعله فوق البشر وفوق القيادات الفلسطينية التي يستشعر من خلال طاقات غير اعتيادية، أنا أعتقد أن هذا الكلام ليس يعني ليس لديه مسوغات علمية. إسرائيل قتلت عشرات القيادات الفلسطينية من حماس ومن غير حماس، والقضية الفلسطينية لم تنتهي واستمرت المقاومة. حماس في السابق تمكنت من أن تمضي وبأكثر قوة بعد أحمد ياسين وبعد الرنتيسي وبعد أبو شنب وبعد عقل وبعد وبعد وبعد، ولذلك محمد الضيف سيكون يعني علامة فارقة مهمة جدا في حال ثبت أنه استشهد، ولكنه لن يكون غيابه بمثابة يعني فقدان كبير، إنما كل شهيد له من يستبدله. لماذا الآن تعلن إسرائيل؟ أنا أعتقد أن هذا هو محاولة جديدة إضافية من إسرائيل لزيادة ومضاعفة المفاعيل النفسية، الإفكت السيكولوجي، في محاولة لاحتلال وعي حماس، وعي الفلسطينيين، وعي الأصدقاء والأعداء والعالم بأن يد إسرائيل طويلة وأن بإمكانها أن تطال من هو في الأنفاق وبعد الأنفاق وخارج الأنفاق ومن هو في طهران ومن هو في بيروت. نعم. في محاولة لاحتلال الوعي وتعظيم قوة ردعها واستعادة هيبتها. وأنا أقول لك بجملة واحدة، حتى لو قتلت إسرائيل يعني المزيد من القيادات في كل الجبهات التي تعتبر محور المقاومة، هذا المصطلح قوة الردع، الهيبة، كثبان متحركة وليس أمر، يعني هذا أمر سائل وليس متحرك وليس ثابت. في حال ردت إيران ردا مجلجلا نال من هيبة إسرائيل، سيكون كل هذا الحديث عن الهيبة واستعادة الردع بمثابة رمال تذرها الرياح. طيب هل ممكن نتوقع أن حماس تكذب هذه الرواية الإسرائيلية، لأنه هي نفت سابقا وقالت الضيف بخير؟ نعم، أنا أعتقد يعني هناك حرب روايات. حماس تعي خطورة المعركة على الوعي، خاصة في هذا التوقيت. المعركة على الوعي حينما تدور المعارك على الأرض يعني لها أهمية قصوى وتزداد حدة وحيوية، ولذلك يعني إسرائيل اجتهدت منذ الساعة الأولى لتقول أننا قتلنا الضيف، وهذا الآن بعد مقتل اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية، هي جاءت تقول نحن قتلنا أيضا محمد الضيف، في محاولة لنسج صورة كبرى بأنها يدها تطال كل الجبهات وما إلى ذلك، ترميم الردع، تعزيز ثقة الإسرائيليين بأنفسهم بالمؤسسة الأمنية، تعزيز مكانة نتنياهو،
ولكن حماس في مرحلة معينة يعني يتوقع منها أن تعطي ما هو أكثر يعني دليلاً أكثر ملموساً من مجرد الحديث، والإفراط في الحديث عن أن محمد الضيف موجود ويراقب ويشاهد ويسخر وكذا وكذا. أنا أعتقد أن الزيادة في هذا السياق هي بمثابة نقصان، يعني يزيد من علامات السؤال حول ذلك. نعم، يؤاف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي يقول مقتل الضيف يشكل يعني خطوة كبيرة نحو طريق القضاء على حركة حماس. إلى أي درجة هذه الثقة الإسرائيلية متواجدة بأنها فعلا تمكنت من القضاء على حماس؟ هل هي مثلا تربطها بالتحركات العسكرية الحالية مقارنة بما كان يجري في بداية 7 أكتوبر أو بداية هذه العمليات العسكرية في أكتوبر نوفمبر إلى منتصف الشهر، أم هناك معطيات أخرى مثلا تتحدث عنها حماس، عذرا تتحدث عنها إسرائيل بأنه قريب طريق القضاء على حماس؟ يعني أنا أعتقد حتى لو كان محمد ضيف قائم وموجود وبيننا ويتحدث إلينا الآن، موازين القوى لن تكون يعني مختلفة تماما عما هي بدون محمد الضيف، لأن محمد الضيف من المرشح أن يكون له نواب ومساعدون، وهناك آخرون في حماس ممن تعلموا فنون الحرب والقتال ومروا بتجارب كثيرة. ولذلك هذا حديث قال أنت، أنا أعتقد يندرج ضمن السجلات الداخلية والحرب الإسرائيلية الداخلية على الكريدت. نتنياهو بالأمس ظهر دون أن يكون إلى جانبه وزير الأمن، وهذا أمر مخالف لتقاليد إسرائيلية سابقة. هذه محاولة جديدة من جالانت للتباهي والمفاخرة، ومحاولة نسب هذا الإنجاز لنفسه، لأن الصراعات والحسابات والسجلات أيضا لها بعد شخصي في إسرائيل الآن على الأقل. نعم، طيب، ينضم إلينا أيضا في هذا الحوار من القاهرة الباحث في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد. أهلا بك معنا سيد محمد في هذه التغطية. فيما يخص إعلان إسرائيل لمقتل محمد الضيف، عسكريا هل تعتقد بأن ضربة المواصي هي فعلا قضت على محمد الضيف، وكيف تمكنت من وجود إحداثياته بأنه يتواجد فوق الأرض وليس تحت الأرض؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينك الكرام. أولا طبعا هناك معلومات استخباراتية إسرائيل لديها عملاء على الأرض ومصادر بشرية ومصادر أيضا فنية، وبالتالي هي بتستخدم هذا الحدث اليوم، أتخيل أنه جزء من استراتيجية حرب نفسية تستطيع منها أن تحقق إيجابيات الحرب النفسية، وهي إضعاف الروح المعنوية لدى المقاومة الفلسطينية، وأنها تضعف الثقة في القيادات، لا سيما وأن هناك اغتيالات للقائد العسكري الثاني في حزب الله واغتيال لإسماعيل هنية ثم الإعلان عن محمد ضيف. كل هذا يربك المقاومة ويشعرها بحالة من الاستسلام والإحباط. وعلى جانب آخر بتستخدم الحرب النفسية كوسيلة إيجابية للداخل الإسرائيلي، يعني نوع من تزويد عمليات النجاح والانتصارات التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو. كان يتحدث عن النصر الكامل، النصر الشامل، وبالتالي يسوق لهذه العمليات على أنها نصر. ودي حقيقة موجودة في العقلية الإسرائيلية. إسرائيل منذ نشأتها منذ 48 وحتى الآن تقريبا قامت بحوالي 1700 عملية اغتيال سياسي لشخصيات، سواء شخصيات سياسية أو شخصيات علمية تتعلق بعلماء في مجالات مختلفة، وبالتالي هي تجد أن هذه الاغتيالات تحقق مصالح لإسرائيل وتجعلها دائما متفوقة على جيرانها في المنطقة. وبالتالي هي وظفت عملية الاغتيالات توظيف الحقيقة دقيق، سواء للداخل أو ضد المقاومة أو محور المقاومة. طيب، ذكر قبل قليل زميلنا مدير مكتب الحدث في القدس يقول بأنه إسرائيل تراقب حركة حماس العسكرية، تقول بأنها أقل بنسبة 30% عما كان سابقا. من قراءتك العسكرية هذه الاستهدافات، سواء نتحدث عن إسماعيل هنية، نتحدث أيضا عن محمد الضيف بعد الإعلان عنه رافع السلامة، هل فعلا هناك يعني تراجع لحركة حماس، أم هو تكتيك جديد كحرب عصابات لإرهاق الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة؟
لا شك، لا شك انه اضعف المقاومه بشكل كبير، يعني حتى المشاهد حجم القصف بالطائرات المقاتله وتدمير مربعات سكنيه بالكامل، اتخيل ان عدد كبير جدا من قيادات حماس قد يعني تم قتلهم واصابات مباشره. هناك اضعاف للبنيه التحتيه لحماس، يعني حماس اليوم ليست حماس من شهر حتى او من شهرين، هناك حاله اضعاف للمقاومه بالكامل. وبعدين كمان الوسائل الحديثه التي تستخدمها اسرائيل مثل المسيرات والمراقبه بالكاميرات بتديها نوع من الدقه في استهداف الاهداف، فضلا عن عملاء على الارض من نفس المنطقة بيقوموا بإبلاغ أجهزة الأمن الإسرائيلية بالتحركات هؤلاء الشخصيات. إسرائيل يعني الحقيقة منذ اليوم الأول وعدت بأنها تحقق النصر الشامل والقضاء على البنية العسكرية لحماس. عندما طالت أمد الحرب استعوضت هذا بسلسلة أو وضع استراتيجية لاغتيال الشخصيات الهامة في محاور المقاومة، سواء في الداخل الفلسطيني أو على جبهات أخرى مثل حزب الله. يعني الفترة السابقة كلها كان هناك استراتيجية ممنهجة لعمليات اغتيال ممنهجة لحزب الله، وحتى وصلت إلى إيران اغتيال إسماعيل هنية وهو رجل له رمزية كبيرة، الرجل الأول في حركة حماس، القائد الثالث بعد خالد مشعل وغيره، له رمزية، هو الوجهة الدبلوماسية للحركة حماس، تم اغتياله. ده تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتجاوز لقواعد الاشتباك المتفق عليها ما بين إسرائيل وإيران منذ 7 أكتوبر. وأتخيل إن يعني الرد في طبيعة الرد الإيراني إنه ولم يخرج عن سياق الردود السابقة. يعني الإعلام يتحدث على يعني ضربة قوية من قبل إيران، لكني أنا أرى أنها لم ولن تخرج عن شكل الردود السابقة. إيران لا تريد تصعيد في المنطقة، لديها ظروف سياسية واقتصادية معقدة للغاية، لديها هدف القنبلة النووية، القيادات لديها الهدف النووي هو أهم بالنسبة لها من تماماً. أن تشعل المنطقة في حرب تعطلها بالفعل. إيران أربكت المنطقة من خلال أزرعها المسلحة في كافة أنحاء المنطقة، كانت يعني شاهدة على ثورات الربيع العربي وأحدثت خلل وارتباك في المنطقة، والحقيقة أضعفت المنطقة. أتخيل أنها ممكن ترد ويكون الرد بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم مع إيران قروض ضغط شديدة من وقت لآخر تتعلق بالعقوبات الاقتصادية أو تتعلق بالنفط الإيراني، وبالتالي هيكون بالتنسيق وهتكون شبيهة جدا بالردود السابقة، سواء الرد على مقتل قاسم سليماني أو ردها على ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، يعني من خلال صواريخ وطائرات مسيرة. اسمح لي فقط، يعني أنت ذكرت على حادثتين كلنا شاهدناها، عندما ردت على مقتل قاسم سليماني مع أنه قتل خارج أراضيها كان ردها يعني البعض وصفه بأنه خجول، لأنه في النهاية أصابوا طائرة مدنية، يعني أسقطوا مدنيين بسبب أنه تضاربت عليهم الرؤية، هل هي طائرة عسكرية أم طائرة مدنية. أما فيما يخص الرد الأخير الذي كان مع إسرائيل، فكرت على رد المبنى المقابل للقنصلية أو اللاصق للقنصلية الإيرانية، هي فكرت 14 يوم قبل أن تأخذ هذه الخطوة، لما أخذت هذه الخطوة كان على مرأى العالم بأنها تتواصل مع واشنطن بأنه إحنا هنضرب الصاروخ في الوقت الفلاني. فهنا يأتي التحرك العسكري الإيراني، إلى أي مدى حضرتك تقرأه بجدية؟ بالفعل كده، يعني أنا بشكر حضرتك. طبعا إسرائيل كمان لم ولن تستطيع أنها هي ضربت العمق الإيراني، ضربت العاصمة، ضربت رمزية الدولة، اختراق لكل الخطوط الحمراء، وبالتالي يجب أن يكون هذا بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا على الأقل تفقد عنصر المفاجأة؟ استخباراتي. طيب التنسيق مطلوب، بس عنصر المفاجأة مهم كمان في الحرب ولا لا؟
العنصر المفاجأة في هذه العملية ليست في عملية الاغتيال بصفة عامة. هنا نعلم أن إسرائيل من استراتيجياتها استخدام الاغتيالات السياسية، لكن المفاجأة هنا في المكان وهو طهران. المفاجأة الثانية هو إسماعيل هنية، وهو الوجهة الدبلوماسية، هو الذي يذهب إلى المفاوضات ويتحدث عن المفاوضات. المفاجأة كانت هنا في رمزية إسماعيل هنية بصفة خاصة. نعم. نيجي نبص بقى للرد الإيراني ردا على سؤال حضرتك. إيران حريصة جدا على عدم توسيع الصراع في المنطقة. نعم. وأتخيل حتى الآن حتى يعني اغتيال رئيس الجمهورية أو حادث موت رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي حتى الآن عليه علامات استفهام لا نعلمها. ربما إيران يعني قد تشارك في عملية ترتيبات في المنطقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي لم ولن تدخل في صراع مباشر. هي هتقوم خلال الفترة القادمة بتوجيه ضربات من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من كل محاور المقاومة داخل إسرائيل. أنا هرجع أناقش في هذه النقطة. أتخيل أنها تعلم. أنا اسمح لي بس عشان الوقت يا إسرائيل تعلم ما تريد إيران. طيب أنا هرجع أناقشك في موضوع بأنها تهاجم بشكل جماعي على إسرائيل، بس اسمح لي عشان لا تذهب هذه الفكرة والوقت أيضا يكفي معانا لضيوفي. سيد وديع، أنا أريد أن أسألك، اغتيال إسماعيل هنية يوم أمس اللي هو العنصر الأساسي، كسرة معنوية لحركة حماس كما وصفها البعض، اليوم الإعلان عن محمد الضيف بأنه قتل منذ شهر ولم يأتي إلى هذه اللحظة أي نفي من جانب حماس، في ظل هذا التجاذب والتشاحن هل ممكن نقرأ بأن في تضحية بحركة حماس من جانب إيران الداعم الأساسي لها؟ لأنه في علامة استفهام كبيرة إلى الآن، إلى هذه اللحظة لم تنشر البيانات الوسائل الرسمية، حتى وإن كان هناك تحقيق حتى الآن لم يعلن عنه، لم تنشر إيران أي صورة توضح ما الذي حدث في مقر إسماعيل هنية. للمحللين يستطيعوا أن يقرأوا هل هو صاروخ جاء من الخارج، هل هي قنبلة انزرعت في المكان وما إلى ذلك. إيران موجودة في حالة إرباك، ما حصل هو يعني صفعة لهيبتها وصورتها، وفيها ضربة، في هذه الضربة إهانة لإيران كدولة وذات سيادة، خاصة وأن الحديث يدور كما قلت ليس بالعاصمة فقط، إنما في قلب العاصمة في منشأة تابعة للحرس الجمهوري. ولذلك هذا يقودني أيضا للملاحظة الأولى، بصرف النظر عن النقاش حول إيران ودور إيران ومآرب إيران وتطابق الأهداف المعلنة مع الحقيقة لإيران، هذا نقاش آخر موجود وهذا مشروع، ولكن يعني محاولة الزعم بأن إيران سترد ردا كما ردت في الماضي ردا يعني خجول، ضعيفا أو محدودا، وأن هناك ربما شيء مسرحي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، أنا أعتقد أن هذا الكلام فيه شيء من يعني مجاراة للحقيقة، ويعني لا ينسجم مع ما حصل، وأنا لا أستبعد أن يكون الرد أكبر مما كان. نعم. خاصة ونحن نتحدث عن استهداف لبيروت، وهي أيضا عرين الأسد بالنسبة لحزب الله، وهذا حساب إضافي مفتوح لإيران، ضرب حزب الله هو ضرب إيران، لذلك من غير المستبعد أبدا أن نشهد، والسؤال متى أن يكون هناك يعني ضربة لإسرائيل. لا، ما أنا حابة أعرف هل هم ممكن يضحوا بحركة حماس، إضعاف حركة حماس، لأنه أنا أحاول أربط المواضيع ببعض، التوقيتات، عدم خروج بعض الصور التي تساعد على التحليل بشكل منطقي، تنفرد إيران بالتحليل وتعطي العالم النتائج، هذا أيضا يثير علامة استفهام، هل هم سيضحون بحركة حماس؟ جاوبني من وجهة نظرك. أنا أعتقد أنه حماس لم تستشر أحد، يعني حينما خرجت إيران وحزب الله وقالوا علانية المرة والمرة أن حماس لم تشرك أحدا في عملية طوفان الأقصى، لو كان الأمر خلاف ذلك لأشركت يعني أشركتنا حماس بمواقف أخرى ردا على هذا الادعاء، ردا على هذه المزاعم. ولذلك أنا لا أعتقد أن من مصلحة إيران إضعاف حماس، حماس جزء من منظومة سوار النار حول إسرائيل، استراتيجية تستخدمها إيران بحرب الاستنزاف، الصبر الاستراتيجي وما إلى ذلك. الحديث عن لماذا تقرأ إسرائيل إيران، تتحفظ إيران على تفاصيل وملابسات عملية اغتيال، نعم أنا أتفق معك إن هناك علامات سؤال واستفهام، ولكن من غير المستبعد أن يكون ذلك لأسباب واعتبارات وحسابات أمنية
خاصة وأن إيران في حالة إرباك، يعني هذه الضربة ممكن أن تستنسخ أيضا ضد أهداف إيرانية، ضد منشآت استراتيجية في إيرانية. ولذلك في طور التحقيق أنا أعتقد يعني أنه من المبكر الآن يعني القول أن إيران لم تكشف وأنها تحفظت بالكامل. نعم. لا يزال الباب مفتوح أمام أن تقدم المزيد من التفاصيل، وإن كان باكتظاظ وتحفظ، لأنه بنهاية المطاف هذه حسابات أيضا أمنية. طيب سأذهب إليك يا سيد محمد، أنت كنت تتحدث على الرد الجماعي، وهو ما تم المحللين أيضا أشاروا إليه بأنه قد يكون هناك رد جماعي من إيران وميليشياتها وأذرعها في المنطقة على إسرائيل. هل تعتقد عسكريا بالأسلحة المستخدمة يتمكنون من اختراق القبة الحديدية، إصابة أهداف مباشرة داخل تل أبيب، وكيف يمكن أن ترد إسرائيل هنا؟ الحقيقة المرة السابقة كانت تم صد جميع الصواريخ والمسيرات، المعظم منهم، والباقي تم إسقاطه في أماكن حساسة. يعني على الرغم من رمزية الضربة السابقة، لكن كان لها صدى كبير، بمعنى أن تم إطلاق 300 صاروخ ومسيرة في اتجاه إسرائيل، ومرت هذه الصواريخ فوق القدس وفوق الجولان وفوق كمان منطقة النقب، ودي أماكن حساسة للغاية. الغرض منها كان الرمزية فقط، يعني كانت تحمل قوة نيران ضعيفة للغاية، أو البعض منها كان بدون رأس حربة فعليا، وكأنها هناك كان هناك تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن هذه الضربة. أتخيل أن هذه الضربة أيضا هتكون على نفس المستوى السابق، ربما تكون أكثر في العدد، لكن إسرائيل لديها منظومة دفاع جوي قوي، لديها مقلاع داود، لديها القبة الحديدية، لديها الباتريوت، لديها الأرو، والأرو هو الحقيقة هو الأحدث أكبر إصابات خلال الضربة الإيرانية السابقة. ولذلك نجد جالنت أمس عقب الإعلان عن يعني استشهاد إسماعيل هنية ذهب إلى إحدى القواعد العسكرية الخاصة بالأرو 2 وأرو 3، ودي إشارة يطمئن بها الداخل الإسرائيلي على أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها من هذه الصواريخ، ورفع الروح المعنوية لمنظومة الدفاع الجوي. إسرائيل حتى الآن لم تحذر مواطنيها من الذهاب إلى المخابئ، وكأنها تعلم أن الضربة الإيرانية ستتأخر إلى وقت آخر، لم تعلن ولم تدعو المواطنين كيفية الاختباء في المخابئ وكيفية التعامل مع الضربة الإيرانية، هي تعلم تماما. اسمحي لي فيما يتعلق بالسياسة الإيرانية لإضعاف حماس، سألتي لضيفك الكريم، أتخيل أن بعد مقتل إبراهيم رئيسي، عشان أوضحها، هو مو سياسة إيرانية، ما هو في النهاية في تسويات حتى لا تذهب الأمور إلى حرب شاملة، وكان هذا هدف معلن وأساسي لعملية 7 أكتوبر التي دخلت فيها أيضا حركة حماس وإسرائيل بالقضاء على حركة حماس. هل من ضمن التسويات السياسية يكون في تضحية بحركة حماس مقابل الحفاظ على حزب الله وباقي الميليشيات وتقويتها؟ عشان يكون سؤالي دقيق. طبعا أنا أتخيل إن هناك كمان ربما تكون هناك صفقة. يعني حضرتك لما نيجي نحلل لغة الخطاب الرسمي الإيراني للرئيس الجديد، والذي يتحدث على دخول إلى عهد جديد وعملية اتصال مع الغرب ودخول إيران في المنظومة وإن ننسى ما سبق، أتخيل أن هناك، وعشان كده حضرتك في علامات استفهام كثيرة جدا على مقتل الرئيس السابق ووزير خارجيته، وإن هناك سياسة إيران تتبعها جديد، وبالتالي هنا تضحية. كمان الضربة الإسرائيلية في طهران لها دلالة، هي الأخرى لها دلالة، إنها تجعل المقاومة أو محور المقاومة في كل المناطق يفقد الثقة في إيران. إيران هي الحاضنة الكبيرة لعملية المقاومة في المنطقة بالكامل، وبالتالي فشلت في حماية أحد قادة المقاومة على أرضها، فما بالك بالقيادات الأخرى وما بالك بمواقع المقاومة في الدول الأخرى. دي أتخيل هيبقى عليها علامات استفهام، وهتقطع أواصل الترابط ما بين المقاومة وإيران. يعني المتغطي بإيران فهو عاري تماما. إيران كما تركت حماس
أعتقد أنها ممكن تترك حزب الله وتترك الحوثي فيما بعد لاستكمال صفقة سياسية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. دار الزمن وتغيرت الجملة التي قالها الرئيس محمد حسني مبارك رحمة الله عليه، لأنه اللي متغطي بأمريكا عاري الآن أصبح اللي متغطي بأمريكا بإيران هو الذي عاري. طيب أنا سؤالي لحضرتك سيد وديع، الآن هناك التحليلات طالما أنه في اتفاق بأنه سيكون هناك رد من إيران وحزب الله وذلك لاستعادة الردع ولكن دون التسبب بالتصعيد إلى حرب شاملة، البعض ذهب بأنه ممكن يكون الرد يأتي على حيفا ولا يذهب إلى تل أبيب، في هذه الحالة هل هو لمحاولة أن يكون الرد مقابل الرد من جانب إسرائيل، أم إذا كانت هذه الصواريخ أو أي عملية عسكرية يقومون بها ستذهب إلى العاصمة تل أبيب سيجبر نتنياهو للرد لإرضاء اليمين المتشدد الذي يقوده إلى الآن كما ذكرتم سابقا إلى الهاوية؟ يعني نعم، لا شك أن تل أبيب هي رمزية كبيرة، هي الرمزية الأولى، هي المدينة الإسرائيلية الكبرى، هي المدينة الإسرائيلية الأولى، بنيت عام 1909، وإصابتها تختلف عن إصابة حيفا أو أي مدينة أخرى. في سلم التدريج في يعني حسابات إيران وحزب الله وحماس ضرب حيفا ربما يكون درجة أقل، وربما يكون هذا يعني جزء من العملية المحسوبة أو الرد المحسوب بحيث يمكن احتواء الموقف، ولكن هذا منوط بعوامل أخرى. إذا ما كان الاستهداف لقواعد عسكرية لأهداف عسكرية الأمر مختلف عن إصابة مدنيين. تكرار سيناريو مجد الشمس وخاصة إذا ما وقع يعني ضحايا يهود في العملية سيضع إسرائيل من جديد بالزاوية وسينال من هيبة إسرائيل ومكانة إسرائيل وصورة إسرائيل. نعم. وسيتساءل الإسرائيليون أنفسهم ماذا فعلنا وماذا كيف تقدمنا، وسنشهد ضغوطا داخلية في إسرائيل للرد على الرد. ولذلك أنا أرجح أن يكون الرد بعيدا عن تل أبيب، وربما يكون في تل أبيب وفي مركز البلاد، ولكن سيستهدف أهدافا عسكرية لا تكسر قواعد الاشتباك، لأن كل الأطراف التي ربما تتورط في الحرب غير راغبة بها. نعم سيد محمد، عسكريا الآن يعني كل المؤشرات والمخاوف من الذهاب إلى حرب شاملة، عسكريا كيف يتم التنسيق بين كل هذه الأطراف بأن يلتزموا بقواعد الاشتباك؟ لأن الجميع من المحللين العسكريين يقولون دائما الذهاب إلى الحرب عندما لا تكون الأطراف تريد حرب بسبب خطأ ما غير محسوب غير مدروس غير مقدر، اشرح لنا هذه النقطة من فضلك. أولا اسمحي لي أشكر حضرتك على الأسئلة، أسئلة كلها أكثر من رائعة وكمان أقوى من المضمون. شكرا جزيلا. أولا يعني طبيعة الجغرافيا هي التي تحتم شكل الحرب القادمة، بمعنى أن ما فيش حدود مشتركة ما بين إسرائيل وتل أبيب. لو إحنا بمنطق الربح والخسارة هنجد أن إسرائيل تتفوق في أمور كثيرة، يعني إسرائيل لديها طائرات مقاتلة من طراز F-16 وF-15 وF-35. إيران ليس لديها أسطول جوي قوي، كل طائراتها طائرات قديمة، حتى أن قطع الغيار غير متوفرة بسبب العقوبات المفروضة عليها. إسرائيل بتتمتع بنظام أنظمة دفاع جوي شديدة الدقة زي مقلاع داود وزي القبة الحديدية وزي باتروت وزي أرو، كلها مستحدثة وتقوم بتصديرها إلى لا. معلش أنا بس اسمح لي بس أقطعك في النقطة دي. إيران بتفتقد. طب تسمح لي بس أعمل مداخلة مع حضرتك في النقطة دي، وأسفة إذا بقطع لك حبل أفكارك، بس إسرائيل التحليلات بعض التحليلات تقول بأنه منظومة الكهرباء لدى إسرائيل تتشابه كثيرا مع المنظومة الكهربائية في أوكرانيا، واستطاعت روسيا باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية بتدمير جزء كبير من هذه المنظومة الكهربائية، وهي تخشى بأنه ومتأكدة بأنه حزب الله وإيران ممكن يستخدموها ضدها. أتخيل أن ما زالت المعارك منذ 7 أكتوبر وحتى الآن بتخضع لقواعد الاشتباك. ربما بيتم تغيير قواعد الاشتباك من وقت لآخر أو بتوسعها أو فرض قواعد اشتباك جديدة، لكنها كلها في إطار قواعد الاشتباك ولن تخرج عنها. والدليل على ذلك أن حزب الله لم يطلق صواريخ حتى الآن إلى داخل العمق الإسرائيلي. إسرائيل إيران عندما أطلقت صواريخها ومسيرتها كانت
كلها بقدرات نارية ضعيفة للغاية أو بدون رؤوس حرب. فأتخيل أن تجاوز هذه النقطة أو ضرب محطات كهرباء وضرب البنية الأساسية لإسرائيل ده أمر محفوف بالمخاطر، ربما يكون الرد عليه رد قاسي وإيران تعلم هذا، وربما يستخدم حتى رد نووي أو ضرب المفاعل النووي الإيراني، إيران تعلم تماما. الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة كمان لا تريد تصعيد، هي تريد الولايات المتحدة الأمريكية برضو سياستها غريبة إلى حد ما، هي تريد حالة من إرباك المنطقة وده مقصود، ولكن لا تريد حالة فوضى، بمعنى أن إرباك المنطقة ده بيقلل الطموح الصيني في المنطقة سواء في مشروعها للحزام والطريق، أو بيقلل طموح المستثمرين أنها الصين تضخ استثمارات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. ده جزء كمان الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت من خلال هذه الحرب السيطرة على المضائق والخلجان خاصة باب المندب، وده دائما في إطار الصراع الصيني الأمريكي على المضائق والممرات المائية، فحققت أيضا نقطة كبيرة. أمس كان خطاب الأمريكي الخطاب السياسي في تهديد إلى الصين وإيران أن الصين بتعتمد على جزء كبير جدا من النفط من إيران، وبالتالي تم تهديد الصين إذا قامت باستيراد نفط من إيران المفروض عليها عقوبات، فسوف يتم رفع الجمارك على المنتجات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة متشابكة، والولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير شكل هذا الصراع، وبالتالي ضرب محطات كهرباء أو ضرب بنية تحتية في إسرائيل أمر معقد للغاية، لا سيما أن إسرائيل ما عندهاش عمق استراتيجي للعمليات العسكرية، هي كل حروبها بتبقى خارج الأراضي الإسرائيلية، العمق ضيق للغاية، وبالتالي هي لا تتحمل كلفة وتبعيات ضرب بنية تحتية. نعم، يعني كل المؤشرات تقول بأنها ستكون استهدافات عسكرية. سأذهب إليك سيد وديع، يعني القراءة السياسية بعد أن قال نتنياهو يوم أمس بأنه لن يرضخ لأي طلبات داخلية أو خارجية بإيقاف الحرب، وأعلن بأنه الحرب ستستمر، إلى أي مدى قد تكون هناك مساعي، طبعا المساعي الأوروبية المساعي الأمريكية لمحاولة احتواء الموقف تكون ناجحة فعلا للحفاظ على قواعد الاشتباك في هذا التوقيت؟ لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب كل لحساباته لا يريد لهذه الحرب أن تستمر وأن تتسع، لأن هذا من شأنه أن يهدد مصالح حقيقية كبرى في المنطقة. ونتنياهو لا يكترث بالضغوط الخارجية بالدرجة الأولى، يأخذها في الحسبان كحسابات ثانوية، الحساب الأول ما يرتبط بحساباته هو وبحسابات إسرائيل، هو يريد يطمع بالبقاء في التاريخ والبقاء في الحكم والبقاء بعيدا عن السجن، لأن سقوطه من الحكم يؤدي إلى تقصير الطريق إلى السجن بسبب تهم الفساد. والآن هناك تساؤلات، كنت قد تفضلت يعني في الحديث عن إنجازات إسرائيل التكتيكية وهي نجاحات معنوية هامة، اغتيال هنية واغتيال شكر، والحديث الآن عن محمد الضيف، ربما هذا التصعيد من قبل نتنياهو الآن هو بمثابة تمهيد وصعود من أجل الهبوط، تصعيد في مكاتبة جمهوره ليقول بعد يومين أو بعد أسبوعين أنه حان الوقت لوقف الحرب. هكذا يعني يتوقع بعض العقلاء في إسرائيل أن يفعل نتنياهو، ولكن أنا متشكك حيال ذلك، وربما نتنياهو لم يشبع بعد من هذه المكاسب المعنوية التكتيكية، خاصة أنه يدرك أنها كثبان ربلية ربما تنقلب عليه، وأن حساب الإسرائيليين لا زال مفتوح بالرغم من هذه المكاسب. يعني رغم هذه العملية مسلسل الاغتيالات لا تزال الأوساط الإسرائيلية الواسعة تتساءل، وهي تؤيد بالمناسبة الاغتيالات، ولكنها تتساءل هل هذه هي بديل الاستراتيجية، هل تغير واقع أمني في إسرائيل، هل تعيد المخطوفين، هل تعيد النازحين إلى بيوتهم، هل تعزز أمن الإسرائيليين؟ هذه علامات سؤال كثيرة، ونتنياهو يدرك ذلك أن ربما الشارع الإسرائيلي سينقلب عليه حتى لو ذهب إلى صفقة، لأن الحساب مفتوح، لأن ما حصل في 7 أكتوبر خطير، المسؤولية كبيرة والفشل كبير، وجاءت هذه الحرب تحت قيادته هي حتى الآن رغم أنها مدمرة هي حرب فاشلة لم تحقق الأهداف بعد. بالسطر الأخير أقول، وبخلاف ما جاء من ضيفك الكريم في القاهرة، أنا لا أخفف من وطأة خطورة الوضع،
بصرف النظر عما سيحدث، هناك سيناريوهات مفتوحة وحسابات متناقضة ومتشابكة. نقف الآن على مفترق طريق هو الأخطر منذ بداية هذه الحرب. طيب سؤالي لحضرتك يا سيد وديع، كان هناك تحذير إيراني لإسرائيل من أي مغامرة عسكرية جديدة في لبنان مما قد يؤدي إلى تداعيات غير متوقعة. يعني كان هناك الحديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يعني حذر بأنه إياكم يا إسرائيل ولبنان، إياكم تجازفوا في لبنان. هل معنى ذلك إسرائيل، يعني شهدنا طوال الفترة الماضية بأنها متعودة على عمليات الاستفزاز سواء لإيران لحزب الله، هي تحاول أن تستفزهم وجرهم إلى الحرب، وهناك التزام تام بالصمت، هل هذا التهديد تأخذه إيران بعين جادة بمعنى ستحافظ على قواعد الاشتباك عند استهدافها لبنان مرة أخرى أو حزب الله في الجنوب اللبناني، أم هذا التهديد إيران تقرأه بأنه تهديد من ورق، هي تفعل ما تشاء وتضمن بأنه إيران لديها أهداف أخرى تتجنب أن تدخل في صراع مباشر معها؟ الواضح والمؤكد وفي ظل وجود مناورات وعمليات تضليل وحسابات متشابكة أن إسرائيل أخذت في الحسبان الضغوط الغربية بما يتعلق بلبنان بخلاف غزة. لبنان بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولكل الغرب مكان مختلف عن غزة وحساباته مختلفة، ولذلك هي لم يعني تذهب وتسارع هناك، بالإضافة طبعا لحسابات أخرى أهمها أنها خشيت من رد الفعل، لأن الجبهة الداخلية في إسرائيل باتت هي الجبهة الجوهرية، الجبهة الأساس، رغم المنظومة الدفاعية المتطورة لا تستطيع أن تعطي الإسرائيليين حماية كاملة. ولكن المؤكد الثاني هو أن كل الأطراف غير معنية بهذه النار أن تنفجر. البركان، الجبل البركاني يطلق هذا الدخان الأسود، لكن الكل يدرك أن الحمم التي ستنقذف منه ستكون مدمرة للمنطقة ومدمرة لكل الأطراف. ولذلك أعتقد أن الكل سيحاول الالتزام بقواعد الاشتباك، ومفتاح الحل هو أمريكي. أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لا تزال قادرة على أن تفرض على إسرائيل أن تعطي فرصة لتسوية الأمور والعودة إلى الصفقة مع حماس لإنهاء الحرب في غزة حتى تنهي الحرب في شمال البلاد وتصل إلى تسويات مع حزب الله وربما التالي مع إيران. طيب سؤالي لحضرتك سيد محمد، يعني هو مرتبط أيضا بهذا التصريح تحديدا من ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هو يحذر بشكل واضح وجاد ربما إسرائيل من الاستهداف لحزب الله أو استهداف لبنان. لم نشهد هذه التحذيرات على حركة حماس، يعني لم يحد مثلا عندما قالت إسرائيل أكثر من مرة من أهداف الحرب القضاء على حركة حماس، تدمير الأنفاق، وأقدمت على عمليات عسكرية ضحيتها عدد كبير من المدنيين. يعني التصريحات الإيرانية لم تكن صريحة بهذه الصراحة فيما يخص حزب الله، هذا ما يستدعي قراءة؟ بالفعل حزب الله يختلف عن حماس. حماس داخل أو مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هي إيران بتكون حريصة جدا في التعامل مع حماس، يعني حتى هي تنكر حتى الآن أي إمدادها بسلاح أو تعاونها مع حماس. لكن حزب الله وضع آخر، حزب الله هو جزء من منظومة تم تشكيلها بواسطة إيران، والدعم الكامل دعم إيراني في السلاح وفي التكنولوجيا وفي العتاد والأموال كله إيراني، وبالتالي إيران تريد أن تحافظ على مكتسباتها. هي تعتقد أن محور المقاومة في المنطقة سواء من حزب الله أو من حزب الله في العراق أو الميليشيات الشيعية في سوريا والعراق واليمن والحوثي كلها مكتسبات استطاعت أن تحققها خلال الفترة السابقة، وبالتالي تريد الحفاظ عليها. ولكن أتخيل أنها يعني هي من ضمن الاتفاق أو من ضمن الصفقة التي ربما قد تتم خلال الفترة القادمة هو الحفاظ على شكل حزب الله في المنطقة والحفاظ على الحوثي، وده اللي احنا ملاحظينه أن السياسة الأمريكية لا تريد القضاء على الحوثي مثلا. يعني هي حتى إسرائيل نفسها في ضربها للحديدة لم تضرب قواعد عسكرية للحوثي، هي ضربت الميناء فقط لتقليم أظافره الاقتصادية أو لتهذيب سلوكه، لكن لم تقوم بضرب الحوثي.
كمان المنطقة، هل المنطقة ممكن تدخل في حالة فوضى؟ طبعا ده وارد، لأن إسرائيل تريد أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تعلم أن السياسة الإيرانية الجديدة هي عملية الاقتراب من أوروبا، وأنها لا تشكل خطر على القيم الأوروبية. إسرائيل ترفض هذا الاقتراب تماما، وبالتالي يمكن من خلال عملية متهورة أنها تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب شاملة أو توجيه ضربة لقواعد عسكرية مهمة في إيران كرد على الرد الإيراني. نعم، الميليشيات في العراق التزمت بهدنة، حسب المعطيات بعض الميليشيات التزمت بهدنة بعدم استهداف المصالح الأمريكية والقواعد العسكرية في العراق، وذلك حتى لا يتم ربط ما بين ما تدخلها بما يجري ما بين إيران وإسرائيل. ولكن بعض هذه الميليشيات قالت بأنه اليوم 1 أغسطس هو نهاية هذه المهلة، هل لذلك دلالة يا سيد محمد؟ بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية يعني الحقيقة تهذب السلوك داخل العراق، يعني أول أمس أيضا في عملية اغتيال القائد العسكري في حزب الله كان هناك ضربة أمريكية لبعض الجماعات الشيعية في العراق، فهناك متابعة دقيقة من خلال العملاء الأمريكيين في هذه المنطقة، متابعة من خلال الطائرات المسيرة، وبالتالي هم تحت السيطرة، هم لا يشكلوا خطورة على القوات الأمريكية بالشكل الكبير، هي بعض جماعات صغيرة ليس لديها القوة والثقة. نعم. لكن دائما الإعلام الغربي أو الإعلام الأمريكي ما يعظم من الخصم حتى عندما يقوم بضربه، يبقى في الحقيقة في مبرر للعمليات العسكرية. هذا أيضا ما قامت به إسرائيل عندما عظمت من استهدافها فؤاد شكر في ضاحية جنوبية لبيروت، بينما المعطيات والتحليلات السياسية تقول بأنه ليس بذلك الأهمية كما تتحدث، ليس بتلك الأهمية للحزب أو لعمليات عسكرية كانت في هذه الفترة كما تتحدث عنه إسرائيل. طبعا هذا على ذمة التحليلات التي قرأناها. سأذهب إلى قراءة بعض الأخبار ضيفي، أرجو أن تبقوا معي، ومن ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. مشاهدينا، نعود لنذكر بالخبر العاجل، فبعد أسبوعين من التكهنات حول مقتله أكد الجيش الإسرائيلي رسميا اليوم أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحماس قتل. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة على المواصي في غزة في 13 يوليو الماضي، وقتل مع الضيف في الغارة رافع سلامة قائد لواء خان يونس في حماس، وقد وزع الجيش صورا لهذه الضربة. من جهة أخرى، نشر يؤاف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي صورة وهو يشطب صورة الضيف على لوحة كبيرة في إشارة إلى القضاء عليه. وكتب جالانت عبر حسابه على منصة إكس أن مقتل الضيف الملقب ببن لادن غزة يشكل خطوة كبيرة على طريق القضاء على حماس ويحقق أهداف الحرب. وإذا شاد بدقة العملية التي قصفت أو قضت على الضيف، رأى أن نتائجها توضح أن حماس في حالة تفكك، وعلى من وصفهم بال الإرهابيين الاختيار بين الاستسلام والموت. سأذهب الآن إلى مدينة غزة، ينضم إلينا من هناك مراسل الحدث خضر الزعنون. أهلا يا خضر، أنت على الأرض. العملية التي كانت سابقة والآن تعلن إسرائيل مقتل محمد الضيف، هل لمستم أي تغيرات على الأرض؟ وكيف كان وقع هذا الخبر على الأقل على المواطنين هناك؟ نعم تهان، يعني على الأرض نحن لم نلمس أي تغير في بعيد هذا الإعلان الذي جاء على لسان الجيش الإسرائيلي بأنه يعني أعلن رسميا عن اغتيال محمد الضيف قائد أركان كتائب القسام، ولكن أيضا حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من كتائب القسام حول اغتيال محمد الضيف، سواء من كتائب القسام وحتى من حركة حماس. ولكن ما يتورده المواطنون هنا على أرض الواقع هو ما تم نقله على لسان الجيش الإسرائيلي أنه رسميا قام باغتيال محمد الضيف قبل نحو 3 أسابيع في منطقة خان يونس، وتحديدا منطقة المواطي، هذه المنطقة المكتظة بالسكان، وحينها راح العشرات من الضحايا من المدنيين وأيضا من المواطنين في تلك المنطقة.
نعم تهاني. نعم، هل هناك ملاحظات لأي تحركات قد تكون واضحة لحماس بعد هذا الإعلان؟ حتى هذه اللحظة لم نلحظ أو يعني نشاهد أي من التحركات سواء على صعيد الجناح المسلح لحركة حماس أي مقاتلي حركة حماس، وحتى على المستوى يعني المدني والسياسي في حركة حماس لا يوجد أي تغير، حيث أن يعني قطاع غزة منذ ساعات الفجر وحتى الآن في اليوم 300 من هذه الحرب المتواصلة على غزة لم نسمع إلا إلى صوت الرصاصة وعمليات القصف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والتي يعني أدت إلى سقوط أعداد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين سواء في مخيم المغازي والذي يعني سقط على الأقل 6 من الضحايا، وأيضا في منطقة مخيم النصيرات أيضا سقط نحو 5 من الضحايا. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات حتى الآن. خضر أزعنون من مدينة غزة كنت معنا من هناك. مصادر عاجلة الآن تأتي لرويترز تقول أن إيران وحلفاؤها بالمنطقة يجتمعون في طهران لمناقشة استراتيجية الرد على إسرائيل. سيد محمد باختصار عندك تعليق على ذلك، ما الذي ممكن أن يقدموه المتواجدون الآن أساسا في إيران؟ الحوثي زياد النخالة وأيضا بعد طبعا اغتيال إسماعيل هنية ربما يكون هناك استدعاء آخر لبعض الميليشيات من العراق، هل لديكم تعليق على هذا الاجتماع؟ طبعا بالفعل امبارح بالامس كان اجتماع للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني، وفي خاميني المرشد الاعلى على الرغم من ان التصريحات الايرانيه من مسؤولين كانت الى حد ما معتدله وليست عنيفه، لكن خاميني اشار باصابع الاتهام الى اسرائيل واعطى امر بعمليه استهداف مباشر او رد مباشر الى اسرائيل، وبالتالي من الاهميه في هذا التوقيت أن يتم الاجتماع بالحلفاء في المنطقة أو محور المقاومة كما يسمونها أو الأزرع العسكرية لإيران في المنطقة، أولا لجملة من الأسباب أهمها إعادة الثقة مرة أخرى في إيران وهي الحاضنة الأكبر أو الحاضنة الشاملة لكل عناصر المقاومة، لا سيما أن الضربة تمت في العاصمة طهران وهي لها رمزية كبيرة، كمان لكي تنفي عن نفسها تهمة التورط في مقتل إسماعيل هنية، يعني هي المفروض كانت تقوم بحمايته وربما فيما بعد نكتشف أن هناك تورط بأنها كانت تعلم أو أن الضربة كانت بالتنسيق، وبالتالي تحاول أن تنفي عن نفسها أي تهمة أو أي شبهة تبدد أي شبهة تتعلق بمقتل إسماعيل هنية. حتى الآن لم تصدر بيان واضح توضح لنا كيف تم اغتيال إسماعيل هنية في هذه المنطقة. بالتالي هذا الاجتماع أتخيل أنه باختصار يا أستاذ مهم محمد للغاية، وبالتالي هتضع منه الاستراتيجية لخلال الفترة القادمة. نعم، في عاجل الآن القيادي في حماس محمود مرداوي يقول الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله. سيد وديع عواودة، هذه يمكن المرة التاسعة أو المرة العاشرة التي يأتي التكذيب، كيف يمكن لهذه الأخبار أن يكون لها انعكاسات على تصريحات إيران إسرائيل؟ نعم، هذا سيعزز الصراع والمعركة على الرواية كما قلنا. التوقيت في غاية الحساسية الآن، لو كانت إسرائيل قد اغتالت مجموعة كبيرة من القيادات المهمة بالتقسيط وليس دفعة واحدة، أنت تدركين وأنا أدرك وكل من في رأس عقل يدرك أن مفاعيلها في النفس مردودها صداها تأثيرها سيكون أقل حدة مقارنة بعملية تكون فيها بضربة واحدة، ولذلك تصر إسرائيل على أن الضيف الآن قد غادرنا وأنه استشهد في محاولة لنسي الصورة بالوعي أنها قتلت مجموعة وأنها ضربت ضربة قاضية للمقاومة، وحماس تدرك ذلك وتحاول أن تسحب البساط من تحت أرجل هذه الرواية بالتأكيد على أن الضيف بخير. نعم، القيادي في حماس عزة الرشق يقول أيضا تأكيد أو نفي مقتل أي من قيادات القسام هو من شأنها فقط، يعني ردينا أو ما ردينا هذا أمر يخصنا كما يعني نفهم هذا التصريح. طيب سؤال أخير لك يا سيد وديع، الآن هل تتوقع بأن في استجابة إسرائيلية لأي مطالب أمريكية بعدم توسيع الحرب إلى حرب شاملة؟ وكيف ممكن أن نقرأ عدم تحرك أي بوارج، يعني رسميا ما في تحرك لأي بوارج أمريكية في المنطقة على الأقل لعملية ردع أو مخاوف من وجود حرب شاملة؟
يعني أولا كانت هناك تصريحات بالأمس على لسان موظفين كبار، مسؤولين كبار، ومنهم وزير الدفاع الأمريكي حول حماية أمريكا والدفاع عن إسرائيل وحماية إسرائيل. وقبل قليل هناك تسريبات إسرائيلية تماما قبل ما أن ندخل في هذا الحوار معك زميلة هاني، نعم، تتحدث عن وصول مجموعة من السفن باتجاه حوض البحر المتوسط، وأن إسرائيل أن أمريكا تحاول لملمة بعض ما هو موجود من قطع بحرية لتشكيل نوع من الأسطول مقابل السواحل في محاولة لردع إيران ومحور المقاومة من أن يفرط ويبالغ. هل تملك أمريكا يعني أوراق ضغط على إسرائيل؟ طبعا تملك، إذا كانت يعني أمريكا مترددة أو بدت مترددة. أنا أعتقد أن أمريكا لو كانت تريد وقف الحرب لا وقفتها، ورغم أن بايدن يبدو بطة عرجاء، ورغم أنه خرج من سباق المنافسة، لا يزال صاحب قرار لديه القدرة على منع يعني حرمان إسرائيل من المزيد من الذخائر، رفع الغطاء الدولي والشرعية في الأمم المتحدة والفيتو وما إلى ذلك. نعم. أنا أعتقد أن هذا امتحان لأمريكا لأن تحول أن يعني تضبط نفسها ويكون موقفها صارم في محاولة لمنع اشتعال حرب ربما تكون إقليمية ويعني تحرك الأخضر. نعم. قبل اليابس، وهذا مرة أخرى امتحان لها. نعم، أنا أريد أن أختم هذا اللقاء معكما شكرا من الناصرة الكاتب والمحلل السياسي وديع عوادة، وأيضا كان معنا من القاهرة الباحث في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لكما. أنتقل الآن إلى القاهرة، ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور أحمد. إعلان وإعلان مضاد من جانب حماس حول مقتل الضيف، هل هناك قراءة وتأثير ما يجري الآن على تحركات عسكرية لحركة حماس أو نهج عسكري جديد لإسرائيل في غزة؟ تحياتي لك تهاني. في الواقع أن الإعلان الإسرائيلي في هذا التوقيت بمقتل الضيف جاء في إطار النجاحات التي حققتها حكومة الحرب الإسرائيلية فيما يتعلق باستهداف الرجل رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر، ثم اغتيال رئيس حركة المكتب السياسي إسماعيل هنية، ثم الآن الإعلان الرسمي عن مقتل الضيف. ويعتبر جيدا أن كانت تشكك، ولكن عدم ظهور الضيف حقيقة خلال هذه الفترة ما يقارب من الثلاثة أسابيع دون أن يظهر بالصوت أو الصورة هو عزز من الرواية الإسرائيلية، وبالتالي هو يضعف أيضا من الرواية الفلسطينية بأن الضيف ما زال بخير، لأن لو كان بخير لخرج هذا النفي بإثبات به حقيقة. وبالتالي الآن حكومة الحرب الإسرائيلية توظف بشكل جيد هذه الرسائل، هي يعني احتمال الحرب الشاملة أيضا والتصعيد كما ذكرنا سابقا. نعم. هي مستبعدة على الأقل، وهي قد اختبرت ما يسمى محور المقاومة خلال الشهور الماضية، وجهت ضربات موجعة وأدركت أن هناك حدود للرد الانتقامي من هذه الضربات، سواء من إيران الحاضن ورئيس هذا المحور والراعي له، أو من الأسرع المختلفة، وأن يعني الردود دائما في إما صواريخ إما طائرات مسيرة، وهي ربما يعني لديها القدرة على الأقل التعامل مع هذه التهديدات. نعم. وبالتالي هي حكومة نتنياهو تستغل هذا الإعلان في هذا التوقيت لتقوية حكومة نتنياهو، ليقول الرسالة للداخل الإسرائيلي أن الضغوط العسكرية هي من ستنجح في تحرير الأسرى أو الضغط على حركة حماس، وأن استهداف هذه القيادات يأتي في سياق هذه النجاحات، وبالتالي هي توظيف سياسي داخلي أكثر. الجانب الأمريكي حقيقة هو يراقب، بالتأكيد هو أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل سواء فيما يتعلق به هنية أو حزب الله، هناك تنسيق كامل بين الأمرين، وأمريكا أيضا تقف على فكرة على الرقيب الذي يحاول منع. إذا كان هناك رد انتقامي كبير كما يحدث اجتماع الآن من إيران وأذرعها، نعم، إسرائيل ستتدخل أمريكا، هذا ما أعلنه ديفيد ليود أستي. ولكن على الأقل حماس الآن هي في مأزق حقيقي، الآن هناك اختيار رئيس المكتب السياسي واختيار رئيس الأركان، السنوار حتى الآن مصيره ما زال غامضا، ما هي سبل التواصل أو القنوات أو عاد ترتيب الأوضاع، نعم، كلها حقيقة تحديات كبيرة أمام حركة حماس. دكتور أحمد، نتنياهو حسب التحاليل والمعطيات بأنه يناور في هذه الحرب إلى موعد الانتخابات الأمريكية، على ماذا يعول للوصول إلى الانتخابات الأمريكية؟ وما الذي ممكن أن يحدث خلال ثلاثة أشهر وأسبوع أو أسبوعين إلى الوصول إلى هذا الموعد المنشود؟ هو بالطبع نتنياهو يراهن على خيار ترامب، وهو يدرك ان يعني فرص ترامب ربما في الفوز الاقرب، هو طبعا يعني يدرك ان هناك تناقض بينه وبين الديمقراطيين سواء بايدن او كمال هاريس.
ليس فقط فيما يتعلق بموضوع الحرب ولكن أيضا في القضايا السياسية فيما يتعلق باليوم التالي لغزة ووجود إسرائيل في هذا بعد الحرب في غزة، فيما يتعلق بقضية حل الدولتين والدولة الفلسطينية، ويدرك جيدا أن ربما الجمهوريين وترامب أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية، وبالتالي هو يتسلم من أمد الحرب، هو يحاول أن يناور بأن يحقق أهداف عسكرية مثل يعني القول بأنه حقق اختراقات وضرب عناصر المقاومة واختلى الرموز لتحقيق لتقوية جبهته في الداخل وتعزيز موقفه في ظل الاستقطاب، في ظل الانقسامات الشديدة، في ظل الانتقادات لنتنياهو، وبالتالي هو سيلعب بهذه الورقة للاستمرار في أمد الحرب، أنه مع الحرب سيحقق حرب أهدافها في القضاء على حماس، في القضاء على رموز حماس، وبالتالي هذا يعطيه فرصة داخلية لإطالة أمد الحرب للأشهر الثلاثة أو الأربعة المتبقية. ما الذي ممكن أن يحققه؟ طيب ما الذي ممكن أن يحققه؟ الخرائط التابعة لأنفاق حركة حماس في قطاع غزة حسب التحليل، حسب الأخبار الإسرائيلية بأنه لا ما هي موجودة بشكل كافي لدى إسرائيل حتى تتمكن فعلا من أنها تدمر هذه الأنفاق كما هي تريد لتحقق هذا الهدف. لم تتمكن من تحقيق تحرير الأسرى ولا تعرف عدد من هم أحياء وعدد من تم وفاتهم. أيضا الاشتباكات أو حدود هذا الاشتباك، هل ممكن أيضا أن تصمد 3 أشهر إضافية ولا تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وتتورط أمريكا مثلا؟ ممكن؟ أول فيما يتعلق بالجزء الأولاني فيما يتعلق بصعوبة إسرائيل في الوصول للأسرى والرهائن وأن الشبكة ما زالت معقدة، أنا في اعتقادي نتنياهو وسموتريتش وبن غفير هم أساسا لا يقتنعون أو لا يعطون أولوية لتحرير الأسرى والرهائن، بمعنى آخر إذا تم تحريرهم أحياء ربما يكون يعني جيدا بالنسبة لهم، لكن ليس حريصين هم قد الأغلب الأمور أو يعني الاحتمال الأكبر أن معظم هؤلاء الأسرى قد قضوا يعني قضوا حياتهم داخل الأنفاق في ظل هذا الدمار الكامل لما فوق الأرض. نتنياهو الآن بيراهن الهدف الأساسي وهو عدم عودة حماس مرة أخرى أو وضع حماس إلى ما قبل 7 أكتوبر، هو استهدف كل بنك الأهداف على فوق الأرض، استهدف كل المنشآت، الجامعات، كل ما يتعلق به ما هو فوق الأرض ودخل رفح، والآن كلما كان هناك اشتباك أو وجود لعناصر حماس أو المقاومة في منطقة ما يعود مرة أخرى كما رأينا في خان يونس وغيره في غزة ويستهدف الضرب. هو يريد أن يقول أنه أن تحقيق الهدف الاستراتيجي في القضاء على حماس وجزء من هذا القضاء على قادة حماس كما رأينا في الأيام الماضية هو بيسير في هذا الاتجاه، وأن الرهان على التحرير الأسرى هو لم يعد ذا أولوية، وبالتالي هو يحاول إطالة أمد الحرب، يقنع الداخل الإسرائيلي واليمين المتطرف أن هذه فرصة ربما كبيرة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وبالتالي يحاول أن يكسب الوقت إلى مزيد. الأمر الثاني أيضا أن في المقابل سواء محور المقاومة أو إيران وحماس هم أيضا في مأزق، هم يتأثرون للرد والتصعيد، لكن هناك حدود هذا التصعيد، يعني خلال العشرة أشهر الماضية كانت دائما كل ردودهم هي أقرب إلى الردود الرمزية من الردود الموجعة التي تدفع حكومة الحرب أو تضغط عليها لوقف الحرب، ولذلك هم سيكون هناك ردود صواريخ، لكن الجانب الأمريكي يدعم إسرائيل سيرد هذه الصواريخ وهذه المسيرات ربما قبل أن تخرج من أماكنها في إيران وغيرها، وبالتالي هنا حكومة الحرب أيضا تستغل ضعف الإدارة الأمريكية الحالية التي تبدو كأنها كالبطة العرجاء إدارة بايدن والتي لا تستطيع أن تمارس ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بوقف الحرب، لأن أي ضغوط من إدارة بايدن ستستغلها أو إدارة الجمهوريين لإظهار أن الديمقراطيين لا يدعمون إسرائيل بشكل كافي، وبالتالي هذا يغل من يد إدارة بايدن ومن أيضا من كمالة هاريس. سأذهب الآن إلى رام الله، معنا الصحفي والباحث السياسي نظير طه. أهلا بك معنا سيد نظير في هذه التغطية. إسرائيل تعلن أكثر من مرة، ربما هذه المرة 8ª والـ9ة، بأنها تقتل محمد الضيف، ولكن يأتي النفي من جانب حركة حماس. هل هذه رواية الشد والجذب للتصعيد العسكري الداخلي، أم هناك فعلا يعني جهل إسرائيلي بأنه قتلت الضيف أو لم تقتل الضيف؟ ولماذا تعلن كل مرة ويطلع إعلانها غير صحيح حسب التصريحات الحمساوية؟ نعم هذا صحيح. يعني دعيني بداية أشير إلى أن هذه الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي تترافق معها حرب إعلامية دعائية كبيرة، ومعروف بأن إسرائيل بارعة في مثل هذه الدعاية. في 13 من الشهر الماضي أعلنت إسرائيل أنها تمكنت من قتل الضيف ومرافقه أو نائبه علاء سلامي في غارة على المواصي في خان يونس. هي بذلك أعلنت بأنها من تم استهدافه في هذه العملية هو قائد عسكري لكتائب القسام، وبذلك
سلط الإعلام الضوء على محمد الضيف وعلى نائبه وتجاهل مقتل نحو 100 مواطن فلسطيني في هذه الغارة، من بينهم أطفال ونساء وكبار سن. لذلك كانت هناك عملية إلهاء للشارع العربي، للشارع العالمي، للرأي العام الدولي الذي يستنكر هذا الاستهداف الإسرائيلي والذي لا يعطيه أي مبررات حتى لو كان هناك أي قائد عسكري لكتائب القسام أو لأي فصيل فلسطيني آخر. هذا لا يعطي إسرائيل الحق بأن تقتل المواطنين الفلسطينيين المدنيين. لذلك أعلنت مرارا وتكرارا أنها تمكنت من قتل الضيف. واليوم الإعلان مجددا عن مقتل الضيف هو ليس من قبيل الصدفة. ربما هنا هذا التوقيت يشير إلى أن إسرائيل ربما باتت قاب قوسين أو أدنى من التمكن من حسم المعركة في غزة، وإشارة إلى أنها قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واليوم تعلن بشكل مؤكد أنها قتلت رئيس الجناح العسكري لحركة حماس. هل هذا معناه أن إسرائيل تنوي النزول عن الشجرة بضغط أمريكي أو ضغط دولي وتذهب باتجاه وقف الحرب والتوجه نحو صفقة مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟ هذا ما نعرفه خلال الساعات القادمة. ولكن بطبيعة الحال لإسرائيل مصلحة في الإعلان عن مقتل الضيف، ولحماس أيضا مصلحة في إخفاء عملية مقتل الضيف. إسرائيل تريد أن تقول بأن الضغط العسكري يؤتي ثماره، والنتيجة هي أننا تمكننا من القضاء على قيادات سياسية وعسكرية في حركة حماس. نعم. وحركة حماس بطبيعة الحال تخفي مثل هذا الخبر إن كان صحيحا أو خطأ. نعم. لأنها لا تريد أن تعطي صورة نصر لإسرائيل، ولا تريد بأن تقول بأن الحركة ربما انكسرت إن صح التعبير أو. نعم. تضررت عمليا بفعل عمليات الاغتيال الكبيرة التي نفذتها إسرائيل بحق جناحها العسكري في قطاع غزة، وكذلك بحق المستوى السياسي ممثلا بإسماعيل هنية وكذلك صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. نعم. والذي اغتالته في بيروت مطلع العام الجاري. طيب إذا كان الجانب الحمساوي لا يريد أن يعطي يعني ورقة ربح لإسرائيل، إذا فعلا قتل محمد الضيف وقتل أيضا إسماعيل هنية وقتل رافع سلامة، إلى أي مدى قد يكون ذلك مؤثر فعلا على حركة حماس في قطاع غزة؟ لأن الجانب الإسرائيلي يقول بأنه لاحظ تراجع للحركة بنسبة 30%. نعم، يعني حماس بطبيعة الحال يعني لا يخفى على أحد بأنها تضررت من هذه الحرب المتواصلة منذ 10 أشهر، سواء كان ذلك جناحها العسكري، قدراتها العسكرية، ذراعها حتى السياسي تضرر بطبيعة الحال، لا يمكن إنكار ذلك. هذا فصيل يقاوم دولة قوية في منطقة الشرق الأوسط، تمتلك ترسانة عسكرية كبيرة وتمتلك أسلحة متطورة جدا تزودها بها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها يعني هي القوة الوحيدة في العالم. ولذلك من يخوض هذه الحرب ليست إسرائيل لوحدها، هناك الولايات المتحدة الأمريكية تزودها بكل الذخائر المتطورة. ولكن دعيني أشير، لو تم الإعلان فعلا رسميا واعترفت حماس بأنه قتل الضيف كما تقول مصادر إسرائيلية بأنها قتلت مروان عيسى في 27 من آذار الماضي وهو نائب محمد الضيف، وقتلت إسماعيل هنية وقتلت كامل القيادة العسكرية والسياسية، نعم، لن تستطيع إسرائيل أن تنتصر في هذه الحرب ولن تقضي على حركة حماس بشكل كامل، لأن حركة حماس قادرة على تجديد نفسها وعلى إعادة بناء هياكلها التنظيمية، وقادرة على وضع أي شخصية أخرى قيادية مكان أي شخصية يتم اغتيالها. وهنا نشير إلى أن هناك توجه داخل حركة حماس إلى وضع رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل رئيسا مؤقتا للمكتب السياسي بدلا من إسماعيل هنية، فكما وضعت في السابق أيضا مسؤولا آخر مكان صالح العروري وضعته يعني مكانه في مسؤوليته كنائب لرئيس المكتب السياسي وكذلك مسؤولا عن ساحة الضفة، حركة حماس قادرة على التجديد والبناء ولا يمكن القضاء عليها كفكرة وكفصيل أيديولوجي. من يعرف حركة حماس يعرف
دقة هذا الكلام. طب أكيد نتنياهو يعرف حركة يعني حماس ويعرف نشأة حركة حماس والترتيب الهيكلي للحركة والدعم للحركة، على ماذا يعول إذن يا سيد نظير بأنه سيتمكن من القضاء عليها بشكل تام؟ يعني هذا هو تصريحه في الداخل بأنه سيقضي على حركة حماس. هذا بطبيعة الحال يعني هذه ضمن يعني أكاذيب نتنياهو وضمن حالة الغرور والعنجهية التي يتمتع بها، وخاصة بعد خطابه الأخير أمام الكونغرس الأمريكي. يعني لاحظي تطورات على الأرض، التطورات الميدانية على الأرض، يعني وكأن بنيامين نتنياهو يعني لو كان القانون الأمريكي يتيح له الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لترشح هو، يعني في خطابه أمام الكونغرس والتصفيق الحار الذي حظي به هناك، يعني ربما يعني يعتبر نفسه أنه هو من يدافع عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من يخوض هذه الحرب نيابة عنها، وهو من يكافح الإرهاب. لذلك لولا الدعم الكبير الذي حظي به نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومع كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي وكذلك مع الرئيس جو بايدن، وكل هذا الدعم لما تصرف هكذا. هناك يعني خلال الساعات 24 الماضية هناك هجمة كبيرة على قيادات سياسية، قيادات في حزب الله، قيادات في حركة حماس، وادعاءات اليوم بأن إسرائيل تمكنت من اغتيال محمد الضيف. ودعينا أشير فقط لعملية اغتيال إسماعيل هنية وتوقيتها، توقيتها ومكانها، توقيتها أنها جاءت مع تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. نعم. هناك أن بنيامين نتنياهو يريد أن يضع عثرات أمام الرئيس الإيراني وتحديات جديدة، ويريد أن يحذر من أي هجوم وشيك على إسرائيل. لذلك قام بعملية الاغتيال هذه على أرض طهران بطبيعة الحال. واليوم أيضا يعلن مجددا عن اغتيال محمد الضيف. لذلك منذ مطلع الحرب، بس فقط دعيني أشير، منذ مطلع الحرب ونتنياهو يصر ويعيد ويؤكد ويجدد على أنه إما استسلام حركة حماس وتسليم أسلحتها، وهذا بطبيعة الحال لن يكون، يعني طفل أول ابتدائي يعني لا يقبل مثل هذه الفكرة، لا أي فصيل فلسطيني يسلم السلاح ويعطي غزة على طبق من الذهب لبنيامين نتنياهو، ولا أيضا إسرائيل وبنيامين نتنياهو قادرة بالفعل على القضاء على حركة حماس بشكل كامل. أنا قلت وأعيد مجددا، قد تستطيع الوصول إلى قيادات عسكرية، الوصول إلى قيادات سياسية، إلا أن حركة حماس قادرة على إعادة هيكلها السياسية والعسكرية، وهذا يعني بدلائل وشواهد كثيرة. إسرائيل اغتالت أحمد ياسين القائد المؤسس للحركة، واغتالت عبد العزيز الرنتيسي، واغتالت سعيد الصيام وغيرهم من القيادات الأخرى العسكرية الأخرى، والقائمة تطول، واغتالت قيادات من الشعب الفلسطيني، الرئيس عرفات، خليل الوزير، أبو جهاد، أبو إياد، أبو علي مصطفى، أمين عام الجبهة الشعبية، وفتح الشقاقي أمين عام حركة الجهاد الإسلامي. ماذا حدث؟ هل انتهت مثل هذه الحركات والأحزاب الفلسطينية؟ بالتأكيد لا. لذلك هذا شعار عريض، ونتنياهو يناور ويكذب ويلعب على عامل الوقت. طيب طالما أنه يلعب على عامل الوقت، لماذا اختار توقيت اليوم حتى يتم هذا الإعلان من جانب إسرائيل بأنها قتلت محمد الضيف حتى وإن جاء النفي من حركة حماس؟ لماذا أعلن الآن بأنه قتل محمد الضيف والعملية العسكرية تمت منذ شهر؟ نعم، بطبيعة الحال لأنه بالأمس تم اغتيال إسماعيل هنية، اليوم يريد الإعلان عن أنه تمكن من قتل رئيس جهاز حركة حماس، رئيس كتائب عز الدين القسام، رئيس الجهاز العسكري لحركة حماس. لذلك هو يريد أن يقول أنه خلال 24 ساعة تمكننا من القضاء على إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، واليوم جاء هذا الإعلان ليؤكد أننا تمكننا من مقتل، ومن التأكيد من مقتل محمد الضيف مسؤول الجناح العسكري لكتائب القسام. لكن فقط دعيني أشير إلى أنه حتى محمد الضيف هو يعني شخصية رمزية للجناح العسكري لكتائب القسام، هو شخصية رمزية للحركة، ويوجد قيادات أخرى من قادة كتائب القسام هي التي ربما تقود الفعل الميداني المقاوم على الأرض. لذلك توقيت الإعلان عن تأكد الأجهزة الأمنية الاستخباراتية من مقتل محمد الضيف ليس بريئا، وهو بطبيعة الحال يترافق مع الإعلان
عن اغتيال إسماعيل هنية وكذلك اغتيال القيادي الكبير في حزب الله خلال 24 ساعة الماضية، بالتزامن مع عمليات أيضا للولايات المتحدة الأمريكية ضد الحشد الشعبي في العراق. لذلك هناك تصعيد على كافة الجبهات في قطاع غزة، في لبنان، في العراق وفي طهران. إسرائيل الآن هي تنتظر الرد من هذه الجبهات، تنتظر الرد من حزب الله وتنتظر الرد من إيران. لذلك بنيامين نتنياهو هو يلعب على عامل الوقت ويريد إطالة أمد هذه الحرب. نعم. ويريد أن يقول للوسطاء الذين كانوا يتوسطون من أجل إتمام صفقة بأنه يعني من خلال عمليات هذه الاغتيال هو نعم. يزيد من الضغط على حركة حماس وسيرغمها على القبول بالتوقيع على صفقة وفقا للشروط التي يوضعها. لو وافقت حماس على كل مطالب بنيامين نتنياهو حتى الشروط الجديدة، بالتأكيد بنيامين نتنياهو سيفشل هذه الصفقة، لأنه لن يضحي بائتلافه الحكومي ويريد البقاء لفترة أطول من حكمه لإسرائيل، حتى انتظارا لانتخابات الكنيست المقررة بوضعها الطبيعي في العام 2026. نعم. أذهب إلى القاهرة دكتور أحمد سيد، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور أحمد، وفق توقعاتك الاجتماع الآن مع محاور عدة، محاور المقاومة تجتمع الآن في طهران لتبحث كيفية وآلية الرد على إسرائيل. هل تعتقد طالما إسرائيل تنتظر هذه اللحظة ستنولها إياها إيران؟ أم ممكن أن تصمت إيران؟ أنا في اعتقادي إيران فعلا وهذا المحور في مأزق حقيقي، هو سيضطر إلى الرد، والآن هو يدرس طبيعة الرد الذي لا يؤدي إلى التصعيد المضاد الذي يشمل بالضرورة حرب كبيرة ووقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران أو هذه المحاور. هو إسرائيل هي بالعكس نتنياهو يتمنى أو ينتظر هذا الرد لتوظيفه سياسيا في الداخل، لأن هناك تهديدات تواجه أمن إسرائيل، لتوظيفه أمام الجانب الأمريكي لتبرير استمراره في الحرب، لأن هناك تهديدات من محور إيران الذي وصفها في الكونجرس الأمريكي أنها معركة الآن بين الخير والشر. وبالتالي هو يدرك جيدا أن هناك حدود لهذا الردود، مهما تكن هناك يعني هذه الردود سواء جاءت بشكل متزامن من كل الجبهات أو جاءت بشكل مباشر من جانب إيران، لأن إيران في هذه المرة سترد أيضا نيابة بشكل مباشر ولن تعتمد فقط على الوكلاء، ربما تخطط في رد جماعي بحيث يوجع إسرائيل. لكن حتى في هذه الحالة نتنياهو أيضا سيوظف هذا الرد المنتظر لتحقيق أهدافه السياسية. النقطة الثانية المهمة هي أن ما يحدث الآن من الحرب ونتنياهو الاستراتيجية هي ما طلبت بها أمريكا. نتذكر أن في قبل رفح عندما جاء ريزي أوستن وقال على الأمريكيين الإسرائيليين أن يقوموا باستراتيجية العمليات النوعية، يعني وقف الحرب البرية، الاجتياح البري لمناطق فلسطينية، بيوقع عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، وهذا يسبب إحراج للإدارة الأمريكية وللضغوط على الانتخاب. ولذلك أنا في اعتقادي أن هذه الاغتيالات التي شاهدناها سواء العروري ثم حزب الله الرجل الثاني ثم هنية ثم قبلها الضيف يأتي في سياق هذا التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في القيام بعمليات نوعية في اغتيال القادة لتجنب هذا العدد الكبير من المدنيين. ولذلك إيران الآن هي في وضع صعب، لديها مشكلات داخلية، هناك انكفاء على الداخل، لديها ملفات وليس لديها استعداد حقيقة أن تدخل في حرب إقليمية أو في ظل هذه الهشاجة أو هذا الاختراق. الآن بحاجة إلى أن تقوي منعتها الداخلية في ظل أن العامين والثلاث عام الأخيرة أظهرت أن هناك بالفعل اختراق أمني، هشاشة أمنية، وبالتالي في هذا الوضع يصعب أن تقوم برد كبير يدفع إلى أن تقوم إسرائيل بالرد المضاد أيضا، وبالتالي إسرائيل قد تكلف إيران كثيرا. ولذلك أنا في اعتقادي الرد سيكون ربما بشكل جماعي، إيران تطلق صواريخ وربما تعتمد على الجبهتين السورية واللبنانية لضرب أهداف ربما نوعية في إسرائيل كما يعني على الأقل يؤدي إلى عدم التصعيد الشام. هيئة البث الإسرائيلية تقول قبل دقائق الدفاعات الجوية ترفع حالة التأهب لاعتراض أي تهديد من لبنان. إذن هذا حسب تصريح هيئة البث الإسرائيلية هي التي نقلت هذه التصريحات. دكتور أحمد، أريد أن أسألك، يعني هذا التوتر في المنطقة إلى متى ممكن أن يستمر؟ هل سنبقى على هذا الحال إلى تنصيب رئيس جديد في البيت الأبيض ليتخذ نهج مختلف مع إسرائيل؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، كيف يمكن لهذا التوتر طوال هذه الفترة أن يؤدي إلى نشوء جماعات متطرفة، يؤدي إلى إحداث فوضى مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط؟ بالطبع فيما يتعلق بالشق الأولاني، بالطبع هذا التوتر ومنصبات التوتر سيستمر
تستمر في هذه الحالة، لأن هناك بيئة وعوامل التوتر والتناقضات ما زالت مستمرة. أولا مفهوم الميليشياوية، ثانيا مفهوم وجود أو ما يسمى التيار المتطرف في المنطقة الذي يريد أن يغور المنطقة إلى مزيد من الحراك والاشتعال، سواء كان في حكومة الحرب الإسرائيلية سموتريتش وبن غفير وهؤلاء الآن يرهنون ويتغذون على هذه الصراعات. أيضا في المقابل الميليشيات المختلفة توظف هذه الصراعات لتحقيق أهداف سياسية، أهداف مصلحية، أهداف خاصة بشريعتها، ونقول بكل صراحة أنها توظف القضية الفلسطينية، وبالتالي من مصلحتها استمرار هذا التوتر. ولذلك طالما استمرت عوامل التوتر، بيئة التوتر والمسببة فيه، أيضا دور إيران في دعم هذه الميليشيات وفي استمرار هذا الأمر وتوظيف إسرائيل لهذا الدور الإيراني والميليشيات الإيرانية، كل منهما يوظف الآخر، ولذلك المنطقة هي من تدفع الثمن، المنطقة هي من تدفع سواء كانت من ناحية. طب أين الولايات المتحدة هنا؟ يعني إذا تحدثنا مثلا عن الميليشيات الحوثية، الولايات المتحدة إذا كانت تنفذ ضربات نتيجة استهداف السفن في البحر الأحمر، هي لا تضرب ضربات مباشرة للحوثي توجع الحوثي، هي تضرب جنبه يعني كذا سياسة ردع أكثر من أنها سياسة موجعة فعلا للميليشيات الحوثية. لم تصنفها كميليشيات إرهابية منذ أن نشأت، وكانت هناك محاولات. شاهد أيضا الأمم المتحدة، إذا إحنا نأخذ مثال مثلا الأمم المتحدة، كل ما يخص الأمم المتحدة اعتقل موظفيها من جانب الميليشيات الحوثية، إلا أنها ما زالت تصر بتواجدها في صنعاء. طب هذا كمان يضع علامة استفهام كبيرة، التوتر من يغذيه في المنطقة إذا كانت أمريكا هي حارس المنطقة؟ أنا أعتقد أيضا تهاني أن أمريكا مسؤولة بشكل مباشر عن هذه الحالة من التوتر في المنطقة بسبب سياسات إدارة الرئيس بايدن خلال السنوات الماضية، سواء طرة في ضبابية والانسحاب أو طرة في الصمت والتجاهل عن البيئة التي أدت لنشوء هذه الميليشيات. نعتقد أن سياسة أوباما عندما انسحب من العراق وقدم العراق على طبق أيضا لإيران وصعود الميليشيات، أيضا التعامل مع الحوثيين، كان الحوثيين يهددون الملاحة البحرية في الخليج العربي في بحر عمان، ولم تتحرك أمريكا، ومع ذلك عندما فقط تحركت عندما قامت بتهديد إسرائيل، هنا تحركت وتحركت ضربات رمزية، بمعنى أن أمريكا أيضا تبقي على هذه التوترات، على هذه الميليشيات، وتقويض ما يسمى الدولة الوطنية لتحقيق أهداف سياسية، تارة بالتواجد العسكري تحت فكرة العسكرة المنطقة، وتارة أخرى بإظهار أنواع من التهديدات والمهددات لتبرير سياساتها سواء تجاه إيران أو غيرها. ولذلك عندما قام الرئيس ترامب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ثم أول قرار يأخذه بايدن بعد العودة هو أن يكون هناك تراجع عن هذا القرار، ولم يصنف الحوثيين إلا بعد مرة أخرى عادة بعد أن هاجمت إسرائيل. وبالتالي هذا يثير الشكوك، هل هناك إرادة أمريكية حقيقية في تحقيق الأمن والاستقرار أم لا؟ أنا في اعتقادي إذا أرادت أمريكا الاستقرار فعلي أن تتخذ السياسات التي تؤدي لهذا الأمر. أولا دعم الدولة الوطنية في اليمن، الحل السياسي في اليمن، لكن مساواة الشرعية في اليمن بميليشيا الحوثي هو من أطال هذا النزاع. أيضا صمتها عن الميليشيات في العراق وفي غيرها وفي سوريا وغيرها، وتقويض الدولة الوطنية سواء في سوريا والعراق هو من أدى لهذه البيئة، وبالتالي المنطقة هذه صراعات مفتوحة، يعني لا يمكن أن نتوقع. المستفيد إلى الآن من؟ يعني حتى لو كنا إحنا بنشاهد ضربات موجعة لإيران، استفزاز لإيران، بس في استفادة، يعني ما نقدر نخفي بأنه إيران مستفيدة. الكل مستفيد، إيران مستفيدة، إيران تحاول أن توظف القضية الفلسطينية لدعم أنها شرعية والناس تدافع عن القضية الفلسطينية هي لتعزيز نفوذها في المنطقة. شكرا. وتعزيز دورها. الميليشيات أيضا تحاول توظيف هذا، الكل يستفيد، إسرائيل تحاول توظيف هذه التهديدات أيضا لتقوية نفوذ اليمين والحكومة المتشددة تحكم إسرائيل. شكرا جزيلا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية، وأيضا كان معنا من رام الله الصحفي والباحث السياسي نظير طه. شكرا جزيلا لكما. شيع في إيران اليوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وحارسه الشخصي في طهران، وقام المرشد علي خامنئي صلاة الميت على جثماني هنية ومرافقه، ومن المتوقع أن ينقلا بعدها إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث يدفنا فيها. رحمة الله وبركاته. تشکر میکنیم از دکتر خلیل حیی ابو اسامه عضو دفتر سیاسی حماس و معاون ابراهیم سنوار مسئول غزه. هنیه رفت در ظاهر، ولی باور کن اسرائیل، حماس از آن که خواهد ماند، اما تو نمیمانی.
گوارای وجودت باد شهد آن نمازی که به جسم پاک تو میخواند آن یار خراسانی. همکنون تشریف فرمایی ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی و اقامه نماز بر پیکر شهیدان مقاومت شهید هنیعه و همراه گران قدرش. وتداول ناشطون صورا لعبد السلام وهمام نجلة إسماعيل هنية وهما يشاركان في تشييع والدهما. وعبد السلام يعد شخصية معروفة في قطاع غزة وقد غادر قبل الحرب بأسابيع قليلة، في حين أن همام يعيش في قطر ويصفه كثيرون بأنه كان أمين أسرار والده. وسبق للشقيقين أن فقدا في إبريل الفائت ثلاثة أخوة مع خمسة من أبنائهم الصغار في غارة استهدفت مركبتهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل بشكل مباشر ردا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران. وقال المسؤولون الإيرانيون إن القادة العسكريين الإيرانيين يدرسون شن هجوم مشترك باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ على أهداف عسكرية في محيط تل أبيب وحيفا، لكنهم سيحرصون على تجنب توجيه ضربات إلى أهداف مدنية. وأضافوا أن أحد الخيارات التي يتم دراستها هي شن هجوم منسق مع إيران من إيران عذرا وجبهات أخرى. ومن جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع الاستعداد القتالي في المحور الشمالي وإجراء تدريبات على مستوى الألوية العسكرية هناك، بالإضافة إلى العمل ضمن سيناريوهات قتالية مختلفة بمتابعة رئيس الأركان. وطالبت قيادة الجبهة الداخلية بعض المصانع بإيقاف الإنتاج وتفريغ مستودعاتها أو خزانات تحوي مواد قابلة للانفجار خشية من استهدافها بالصواريخ. كما أصدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية حول العالم برفع حال التأهب. من جانب آخر، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر القنوات الدبلوماسية بأنها مستعدة لحرب شاملة. هذا ويصل وزير الخارجية والدفاع البريطانيين ديفيد لامي وجون هيلي إلى بيروت في زيارة غير محددة المدة. من المفترض أن يلتقيا خلالها عددا من المسؤولين في لبنان، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وذلك في إطار مساعي التهدئة وتفادي سيناريو الحرب المفتوحة والانزلاق نحو صراع إقليمي شامل. كان حزب الله اللبناني أكد مقتل القائد العسكري فؤاد شكر على إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر شورى الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء. وكشف بيان للحزب أن زعيمه حسن نصر الله سيعبر اليوم عن الموقف السياسي من قتل فؤاد شكر خلال مراسم تشييعه، في حين أعلن الدفاع المدني في لبنان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، وأكد أن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص و78 جريحاً. نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة أحد القتلى العسكريين الإيرانيين الذين كانوا من بين قتلى الضربة التي استهدفت قائد حزب الله العسكري فؤاد شكر في ضاحية بيروت. وأوضحت وكالة أنباء فارس أن ميلاد بيدي، وهو عسكري إيراني كان يقيم في لبنان في محيط المبنى الذي قتل فيه شكر. من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. أهلا بك معنا غنوة. أولا أريد أن أسألك إذا كانت هناك أي استعدادات ملحوظة لتحسبا لأي هجمات من جانب حزب الله على إسرائيل، وطبعا ليكون ذلك تبعات الرد. هذا من جانب ميداني إذا كانت في ملاحظة. الجانب السياسي أريد أن أعرف منك جدول زيارة الجانب البريطاني إلى بيروت، وما هي الملفات التي سيتم نقاشها في هذا التوقيت الحساس؟
طبعا خلال الأيام الماضية كان هناك تخوف لدى اللبنانيين من أن يكون هناك حرب موسعة، خاصة مع استهداف ضاحية بيروت الجنوبية وارتفاع وتيرة التهديدات خلال منذ الأسبوع نهاية الأسبوع الماضي. بحسب الخبراء كان هناك ارتفاع في عملية شراء مواد تغذية من محال السوبر ماركت، ولكن هذا يعني لم يكن هناك تهافت اللبنانيين أو المواطنين إلى محال للتحضير أو لشراء المواد الغذائية وغيرها، ولكن الخبراء لاحظوا أن هناك ارتفاع في نسبة المبيعات. أيضا عندما كان هناك استهداف لضاحية بيروت الجنوبية كان هناك طوابير يعني لخلال ساعة أو ساعتين أمام محطات الوقود من أجل تعبئة السيارات بالوقود، خوفا من أن يكون هناك رد سريع من حزب الله وأن يؤدي إلى حرب أكبر لأيام أو أكثر. أيضا كان هناك تحضير من قبل الحكومة اللبنانية التي اتخذت إجراءات من قبل إن كان بالتعاون مع وزارة الصحة لتحضير المستشفيات لأي سيناريو ممكن أن يكون هناك حرب أكبر وصول عدد من الجرحى لمعالجتهم. كان هناك تحضير وبعض المستشفيات قامت بما يشبه المحاكاة لسيناريوهات الحرب من أجل أن تكون مستعدة في حال كان هناك أي شيء من هذا القبيل. كان أيضا يعني مستوردو المواد الغذائية طلبوا مرفأ بيروت بالإسراع بإخراج المواد الغذائية من مرفأ بيروت لأن هناك مواد غذائية تكفي لأشهر ولكنها لا تزال موجودة داخل المرفأ، لذلك كان هناك خوف من أن يكون هناك استهداف لمرفأ بيروت في أي حرب مقبلة وبذلك يخسر اللبنانيون المواد الغذائية الموجودة هناك. وعندها أعلن مرفأ بيروت بأنهم يوصلون العمل ل 24 ساعة من أجل إخراج هذه المواد. سياسيا أنهى زيارته حاليا أنزل زيارة وزيراء الدفاع والخارجية البريطانيين غدرا الآن السراي الحكومي، كان قبل قليل في عين التين عند رئيس مجلس النواب وقبلها لدى وزير خارجية. يبدو أن يعني لبنان شهد حرص على التهدئة. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الباحث السياسي علي حمادة، أهلا بك معنا سيد علي. زياد، تزامن ما يجري الآن زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى بيروت لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين، وطبعا ذلك للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره، وأيضا هنا نتحدث عن زيارة وزير الخارجية والدفاع البريطانيين، إلى أي مدى قد تكون تلك محاولة تتزامن مع التصعيد الحاصل في المنطقة لمحاولة احتواء الموقف من جانب حزب الله أو الدولة اللبنانية؟ هذه محاولات الساعة الأخيرة ومحاولات من أجل استيعاب الوضع قدر الإمكان، ولا سيما بأن العد العكسي لتصعيد كبير قد بدأ ويتعامل معه الشعب اللبناني، لكن ما هو أهم المسؤولون اللبنانيون يتعاملون مع الوضع الحالي على قاعدة بأنه هناك تصعيد كبير في الساعات القليلة المقبلة وفي نهاية عطلة نهاية الأسبوع، يعني يومي ابتداء من يوم غد. هذه نقطة. النقطة الثانية المتعلقة بزيارة وزير الخارجية وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين هي أيضا من أجل إيصال رسائل واضحة من جانب المجتمع الدولي بأن الأمور وصلت إلى نهاياتها وبأن ساعة الحقيقة قد أزفت. هذه مسألة شديدة الأهمية. وزير الدفاع البريطاني موجود في إطار أيضا تقديم التزامات للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية طبعا بأن بريطانيا سوف تدعم الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة إذا ما اطلع الجيش اللبناني بمهمات جديدة في إطار تنفيذ القرار 1701 وذلك في إطار التسوية فيما بعد. هذه هي مهمة الفرنسيين أيضا، دعم الجيش اللبناني والقول بأنه الرهان هو على الجيش اللبناني 1701 قوات اليونيفيل، وخصوصا بأنه المرحلة هي مرحلة خطيرة للغاية. وأريد أن أضيف نقطة أخيرة وهي أنه
بدأ كما أشارت مراسلتكم في بيروت بأنه الشعب اللبناني يتعامل مع المسألة وعلى قاعدة بأن هناك حرب يعني سوف تنفجر بين ساعة وأخرى. في ظل هذا التصعيد والتصعيد من الجانب الآخر، هل ما زال القرار 1701 قابل للتنفيذ؟ لأنه إسرائيل لم كانت تطالب به منذ إقراره بعد حرب 2006 إلا بعد ما صارت أحداث 7 أكتوبر ومحاولة استيعاب وتخفيف الضغط من جانب حزب الله على حركة حماس، ولا قبل كذا ما كانوا يطالبوا بهذا القرار أصلا؟ أولا من خرق هذا القرار هما الطرفان، إسرائيل من جهة خروقات بالعشرات بل بالمئات طوال هذه الأعوام، ومن جهة أخرى حزب الله خرق هذا القرار مرارا وتكرارا وبنى قاعدة عسكرية في مناطق كان يفترض أن تكون مناطق منزوعة من السلاح وفقط فيها سلاح، إما سلاح الشرعية اللبنانية الجيش اللبناني أو اليونيفيل قوات الطوارئ الدولية. الآن هذه قاعدة لمرحلة التسوية فيما بعد، لكن اعتقادي بأننا لازلنا الآن في منطق تصعيد، في منطق تصعيدي، مسار تصعيدي متدرج نحو انفجار الموقف، وكما هناك ترتيبات من الجهة الإسرائيلية لمرحلة هذه التراشق ربما بالصواريخ وبالقصف والقصف المضاد، هنا في لبنان هناك تدابير بدأت تتخذ على هذا الصعيد. طيب أنا باقي عندي دقيقة ونصف تقريبا ويمكن أقل. CNN طلبت بلينكين يطلب من قطر النقل رسالة إلى إيران بعدم الرد على اغتيال هنية، إذا تقبلت إيران هذه الرسالة هل سيصمت حزب الله أيضا؟ لن تتقبل هذا الأمر لأنه هذه إهانة كبيرة لا سابق لها بالنسبة للإيرانيين، وهم مجبرون معنويا على الرد على إسرائيل. كيف سيحصل الرد؟ هل يكون هناك سيناريو مشابه لسيناريو 13 و14 أبريل الماضي؟ هذا هو السؤال. شكرا جزيلا من بيروت الكاتب والباحث السياسي علي أحمادة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بذلك نأتي إلى ختام هذه برنامج استوديو الحدث الذي خصصناه في تغطية ما قالت عنه إسرائيل بأنها قتلت محمد الضيف في الغارة على مواصي الشهر الماضي، وتزامن هذا الإعلان مع مقتل إسماعيل هنية يوم أمس، وأيضا مع التصعيد الحاصل ما بين الجانب الإيراني بمحاوره والجانب الإسرائيلي. أشكركم على كرم المتابعة، ودوما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الإلكتروني الحدث .net. أنا تهاني الجهاني، دمتم في رعاية الله.